جاد انت ميوت. Again, bonsoir, جورج. ونحن كنا ناطرينك لنستمع لشهادة حياتك، والوقت كله لإلك. تفضل. بونسوار للجميع، ميرسي جاد، ميرسي على المقدمة. أكيد أنت أكثر من خي. الحياة مع يسوع شيء كتير حلو وشيء كتير صعب إنه واحد يشهد، بس بالتحضير بيرجع الواحد فعلا بيتذكر قديه يسوع اشتغل بحياته وقديه حياته منا شيء بلا يسوع. هو البداية وهو النهاية وهو كل شيء. أنا بدي أبلش بس ب جملة كتير بحبها، وكنت أول ما تعرفت على يسوع بال2004 بس عشت الكونفرسيون، هيك كانت توقفني كتير جملة سان تيريز: أرغب أن أكون قديسة لكنني عاجز لوحدي، وأطلب إليك إلهي كن أنت قداستي. كنت دايما أقولها وكنت دايما عيدها وأقول له إنه حلو إنه إذا فيكون في إنه ما زال في تيريز دوليزيو، في فرانسيس الأسيزي، في يعني في كتير قديسين، ريتا ديكاشيا، انه فيكم في جورج الصربيوي. يعني انا ساكن بصربة، كنت دايما افكر انه ليه لا، انه انا بدعو كمان كون قديس. كنت كتير حب هذا الشيء ومسائب انه ليلة ليلة عيد، يعني فيكم ليلة ليلة عيد القديس جورج الصربيوي وبكرة عيده. فهيك بس حبيت بلش بهيدي الفكرة، عنيت لي كتير بوقتها. بس بيرجع واحد بالأول بيكون كتير كتير محمس، بس يتعرف على يسوع بيكون عايش كل الاشياء، ما عم بيصدق شو عم بعيش، ما عم بيشبع ولا قلبه ولا نظره ولا روحه من الاشياء الحلوه. وبترجع بتفوت اكيد التجارب على حياتنا، بس مع يسوع الحياه بالنسبه لإلي هي، انا لإلي اكيد هي مثل تخطيط القلب الجراف. طالما الانسان عايش جراف القلب بيطلع وبينزل، طالما في حياه مع يسوع يعني نحن اكيد عنا طلوع وعنا نزول. بس الفرق انه اكيد مع الطلعة يسوع موجود، وبالنزلة يسوع موجود ليرجع يشقلنا ونرجع نطلع، ومش عيب اذا قشطنا لنرجع نطلع. هيدي مختصر حياتي مع يسوع. اسمي جورج صليبا، جورج سليمان صليبا. انا تربيت بعائلة ام وبي وخمس اولاد، انا الصغير اخر حدا انضم للعائلة، وعائلتي هي مصدر قوتي بالحياه. أنا فيها تعلمت المحبة، تعلمت أجمل شيء ممكن واحد ياخده بهيدي الحياة. عشت يسوع بقلب البيت اللي هو المحبة، بقلوب كتير طيبة وحلوة، مع إنه الصلاة ما كانت موجودة بركي بالمناسبات، يعني أكتر على الأعياد على هيك أشياء، بس ولا مرة ما كانت المحبة موجودة والطيبة والمسامحة يلي هن أشياء كتير أساسية، بس كان بينقص البراتيك. وهذا الشيء اللي قدرت أنا بعدين أدخله على قلب بيتي وعائلتي وأهلي. عائلتي الصغيرة يلي أسستها مع ساندي كيوين، ساندي مرتي، عنا بنتين جود وجيا، هن أكيد أحلى كادو بحياتي، هن كادو من يسوع. الولاد هن نعمة من الرب أكيد. وعائلتي in general هن مش بس أهلي اللي بالبيت ولا عائلتي الصغيرة، هن عائلتي كمان. أنا محظوظ بعائلتي ككوزنز، كل الكازنز عندي بالعائلة، نحن عائلة كتير كبيرة وأنا كتير قريب منهم كلهم، كأنه دينامو لهالعائلة، دايما بلاقي حالي موجود قريب على الكل وبحبهم كلهم كتير، وهن نعمة كبيرة بحياتي كمان. تاني فكرة هي أنا بس بلشت شوي أكبر، يعني جو البيت حلو كتير أكيد. بعد عمر 10 سنين تقريبا دخلت على شيء اسمه حركة رسولية مريمية. بهيدي المرحلة من حياتي كنت أكتر لعمل أكتيفيتي، يعني أنا صغير بالبيت وإخواتي أكبر وجامعات وملهيين بحياتهم، فتت على هالبروجرام هيدا، صرت حس إنه ماني أكيد ما عم فتش على يسوع، وما بعرف كيف بدي فتش على يسوع بعدني كتير صغير أصلاً. كان بلشت عمر المراهقة كمان أنا بالحركة، عشت كذا سنة. بهيدي الفترة كنت أكتر يعني أكتيفيتي، مخيمات، كولوني كون، أخبار، بروجرامات، يعني كنت ملتهي أكتر بهيدو القصص يلي للمراهقة أكتر، يعني ما كان تركيزي أبداً على يسوع، مع أنه الحركة هي شيء كتير حلو بتعلم على يسوع وهيك، بس أنه أنا حتى السلام ما كنت أعرف صليها، وكنت أستحي صليها حتى بوقتها وما عندي الجرأة أن أقولها على صوت عالي، يعني ما كنت ركز على الإنجيل، كنت شوي طايش بفترتها ومني أبداً موجود بهيدا بهال إذا بدنا نقول يعني نوع من النشاطات.
من بعدها بفترة، بس هيك كبرت شوي وبلشت فتت على الجامعة وهيك، عشت أجواء منها كتير هيك حلوة، مثل واحد عمر الطيش يعني، مثل كل الشباب شوي ضيعت الطريق يلي أصلا ما كانت مرسومة بعد، يلي ما بعرف إنه في طريق لازم نمشي عليها مع يسوع. كان في قصص كتير بتضحك يعني بفترتها، يعني كل القصص السهر وهالأشياء هيك يلي كل الشباب بيعيشون بركي، أو بركي مش الكل يعني، بس انه انا بوقتها كنت مش كتير هيك ظابطه القصص، كنت اعذب اهلي كتير، وكنت بطل انه هيدا جورج اللي كتير مهذب ورايق بالبيت يعني في فتره ما كانت حلوه، بس كانت هي يمكن تحضير اني اعيشها للشيء الكتير حلو اللي جاي من بعدها. بس بكتير مطارح بهيدي الفتره يعني بعمر العشرين والواحدة وعشرين اللي هو عمر كتير دقيق للشباب والصبايا، كنت دايما احس انه عن جد ايد الرب موجوده، وكتير مطارح العذراء شيلتني منهم يعني، لو ما عن جد فعلا كنت صلوات اهلي بركي بوقتها، او انه الطيبه والاشياء اللي عم بقول عنها انه عن جد هي كمان مثل الصلاه، او اللي زارعينه فيي كمان بقلب البيت، هو خلاني بكتير محلات انفض عني الاشياء واقوم فل، او كنت بكون ممكن بركي انا يمكن بشي محل مدمن، بركي يكون بشي محل منه حلو ابدا، مضيع طريقي يعني، بركي ما عندي عائله، يكون في كتير اشياء بمحلات كتيره كانت مريم موجوده وشيلتني من النبي كتير مثل الشعرة من العجين. بعمر الواحدة وعشرين، كان عمري 21 ومن 21 سنة هالخبرية، العنوان هو ماريا رفقة. خيي الكبير كان مجوز وكنا ناطرين أول حفيد بالعائلة، ماريا بدنا نسميها ماريا كنا، وكنا محمسين أول بيبي للعائلة، وخيي عمره كان شي 28 أو 29 ماكسيموم يعني، وبيكبرني بثمان سنين. بليلة بأول أسبوع من آب، شهر آب، بدق تليفون البيت بالليل الساعة 2 بعد نص ليل، بترد أمي ما بنفهم شو عم بصير، بيقول لها خيي إنه صاير معهم مثل شي أكسيدان، وجيهان عم تولد مرته بالأوبيتال. كيف عم بتولد هي بالشهر السادس 6 شهور ونص؟ طلعنا بالليل على الأوبيتال، كان كتير صدمة كتير كبيرة، وحاولوا إنه يهدوا الموضوع ما انه تم يصير ولاده، ولكن بعد اسبوع على عيد السيده تخلق ماريا، بس ما بتعيش لانه الرويه مش مكتملين. كان في مجموعه اطباء اكيد بيتيات والجينيكو كل هالعالم موجودين، بس ما بتعيش لانه الرويه مش مكتملين، بيبي مكتمل بس رويه ناقصين. كان هيدا الشيء شوك كتير كبير لقلنا بالبيت، يعني نحنا مش عايشين حزن بعد بالبيت أو صدمة أو شيء، وتا هيك يصير معنا هيك شيء، يعني أكيد اللي خسرانين بيبي بيعرفوا هيدا الشعور، بيعرفوا قدي صعب. أنا ما كنت فهمين بوقت عمري 21 سنة، ما كنت كتير يعني الأمور هيك مفيت كتير براسي. تاني يوم بقرروا أنه لازم هيدا بيبي بده يندفن، كان شيء كتير صعب يعني أهلي، وكتير مرحلة صعبة. أمي من بعد بجمعة بين عندها سكري على الشوك، وكل عمرها صار عندها سكري، صارت مريضة سكري من ورا هيدا الشوك، كتير أشياء تغيرت بحياتنا من ورا هالنهار هالليلة، وزعلوا كتير من العذراء ولا وعم نسمي ماريا، وعتب يعني مثل على العذراء أنه جاء بتفل على عيد السيدة كيف هيك، ولو أنه ما قدرتي أنه تعطينا تكرمينا بهالبيبي، أنه أو كان كتير يعني ما قادرين نحلل أو نفكر بطريقة تانية إلا مثل زعل وعتب. تاني يوم شو بيطلبوا؟ بيطلبوا مني إنه أنا نزل البيبي، أمي مش قادرة، خيي أبداً، إنه أنا بدي نزل البيبي خدها على المدافن. صاحبتها لأمي كانت سرفان بالمستشفى، بتقلها إنه أنا تميت رفعة، قلت لأمي كانوا يسموها ماريا، ما رادين نسميها ماريا، إحنا سميناها ماريا رفعة. وانا حتى نزلت على بدي نزل على الاوبيتال، انا كان شيء بالنسبه لي عم بعيش شيء ماني عم بستوعب شو عم عيش اصلا. نزلت حطيت حد بالسياره، اعطونيها بعلبه بكرتونه وملفوفه بهول تبع الاوبيتال البلو الزرق هيك اللي بيجوا مثل حريم ازرق صغير. حطيت حد بالسياره ونزلت، كنا بسان جورج عجلتون بوقتها. بجعيتها هيك وقفت على جنب، ماني قادر بدي اشوفها يعني، ما عم بقدر استوعب شو الفكره، انه كيف انا منزل بنت خيي حتى بالسياره وانه ما اطلع عليها. وقفت وفتحت هيك عليها وشفتها انه كانت بيبي نورم، انه بيبي يعني بيبي نايم. انا ما في يعني هون
اكيد فرطت بكي وكتير كتير ضايقت. وقفت على الفلوريست مشعيتها وجبت لها بوكيه دو فلور، صرت احكيها قلت لها انا عمك صغير انه انت يا ريت كنت فيك تهوني، وانه ما عم بفهم شو هالشيء، وانا عم ببكي يعني انا سيء وعم ببكي وكتير كتير متضايقه. بوص على مارجري الصربة، بمارجري صحيت البير نزل، كنت اعرفهم انا بالرعية، نزل وبدنا نفتح المضيف اللي نحطها، وبعد شوي بلاقي بيي واصل كمان وراي، كمان بنتبه انه عم بيشوفها وعم بيقول لها انه انت ملك يا جدو وهيك، انه هي اول حفيد. كان مشهد كتير صعب، كتير كتير كان مش حلو يعني. أنا كنت قدرت هدي حالي، بس شفت بيي هيك لقد ما تأثر كتير انزعجت. بعدين دفنيها وهيك، وما بعرف شو الصلاة ولا شيء. أنا عملت ديبريسيون من بعدها جمعتين ثلاثة، طلع فيه طفرة بكل وجهي وجسمي، وما عاد رحت على الجامعة، وكان شيء كتير صعب نقرب جو البيت كتير. وين الصعوبة هيدا الشيء؟ إنه ليه هيدا الشيء بده يصير؟ ليه العذراء هيك بدنا نمرق بهالشيء؟ نحن عائلة كتير مسالمة وجونا كتير حلو، ما عنا شي حزن، وبالنسبة لنا شي بارفي الحياة يعني. وما تخيل صارت تسألني جيهان بعد فترة انه شو، الا ما بعرف، ما شفتها ولا بعرف شي عنها، وما قدرت الا بوقتها ابدا شي. مش من زمان خبرتها لجيهان الحقيقة وقلت لها الاشياء كيف صارت، وجيهان دايما بتصلي لها، حتى من يومين حكيت انا وياها بالموضوع، وهي دايما بتصلي لها وبتصلي بتطلب منها تصلي لاخواتها ريتا وريا اللي هن بفرنسا عايشين. هيدا يلي صار بوقتها. وانا سالته انه ليسوع شو الهدف من هيدا الشيء، نخض البيت وزعلنا وحزننا كثير. بس اللي باكد لكم اياه انه مريم كانت حاضره بهيدا الشيء، لو هيدا زعل صار، ولكن برجع بلكم بالتاريخ وبالزمن والمكان كيف كانت حاضره مريم وكيف كان حاضر يسوع، ورح تعرفوا ورح تشوفوا بعد شوي. مرحله جديده هي مرحلة تحضير للقاء مع يسوع والعذراء. عام 2004 كمان كنت بعدني ضايع يعني، بعد ما لقيت حالي، بعدني حياة السهر يعني والصخب وكل هالأشياء اللي ماني قادر أطلع منهم يعني، عايش حياة ومنلاقي حالي فيها وماني إنه مركز على ولا أي شيء تاني يعني. أصلاً ما كنت فتش على يسوع الصراحة، ولا مرة فكرت إنه أنا عم فتش على شيء. مش في كتير ناس بقوا عم بفتشوا على شيء وما عم بيعرفوا على شو، ما كنت عم فتش على شيء هالقد، كنت سطحي وسخيف وعيش على هامش الحياة يعني، بس إنه هولي تسلي الظهرات العجقة الأخبار، روح على الشغل، بلشت عم بشتغل، روح على الشغل وطلع مصاري وأصرفهم وسفر وخبار، كله كله بلا طعم كان. بال2004 حتى رومانا بكون حبل بالطفلة الثانية ليتيسيا، ليتيسيا اللي على نوال بيصير عمرها 18 عام، يلي هي اصلا عم بترك حالي من عمرها، لانه من ورا ليتيسيا تعرفت على يسوع من ورا هالحادثه. بالشهر السابع بين انه جمانة البيبي ببطنها عنده مشكله، عنده دوترو بالقلب وعنده الاوزوفاج تبعها صغير وما رح تعيش ما رح تتنفس بالشهر السابع، يلي هو بشكل خطر على حياه الام وعلى البيبي. من جديد عشنا دوامه بشعة كتير، ورجعت فتت العائلة بهذا الجو المنه حلو، يلي هو كمان ما كنا بعد أصلا مش ناسين قصة ماريا رفقة، ودايما ما نصار في ولاد بالعائلة، بس كمان جمانة طفلة تانية لاتيسيا، بس كمان شي كتير صعب وفي خطر على حياة أختي يعني، بالنسبة لأهلي كان شي كتير صعب منه هين. قررت أطلع حريصة، بس عرفت بالخبرية بطلع حريصة كان نهار أربعة، بلتقى بي أصحاب قديمين وبرفقة جديد من المدرسة. هول أصحاب بيجين من ميديغوريا. مين ميديغوريا؟ شو ميديغوريا؟ أصلاً ما فهمت شو الكلمة أول شيء، ولا سامع فيها بحياتي. كان في قداس نهار أربعة كمان بيعملوه بحريصة لـ جروب دو بريير يعني. بيقولوا لي إنه ليه زعلان، وكنت كتير زعلان بوقتها هيك، ما بعرف فتحت قلبي، ما بعرف كيف فتحت قلبي، وقلت له إنه هيك هيك صاير معنا وشي كتير صعب، قال لي رفيق، قال لي انا رجع من ميديغوريا يعني، وميديغوريا شيء كثير حلو. طلع انا شو عم بيحكيني هيدا، هيدا بعرفه ما بيصلي انا، اي شو عم بيحكي، اي ميديغوريا عم بيحكي عنها، شو صاير معه، شو قلبه، انه بدي اضحك وهو عم بيحكينا يعني. قال لي انه ميديغوريا محل كثير حلو، واذا بدك بنصلي سوا وببقى بخبرك عنه. وبلش المشوار.
هو لقاء مع العذراء ويسوع كان بجروب صلاة بيدعيني عليه رفيقي باتريك، بيقول لي بدنا نطلع على المدرسة على عنطورة في جروب دو بريير بيصلوا كل نهار جمعة بيعملوا أدوراسيون. قلت له أوكي بنطلع. طلعت بالأول حس حالي إنه أنا انترو، يعني شو عم بيعملوا؟ ليه عم بيركعوا؟ شو هذا الشيء اللي عم بيشيلوه من البيت الأربين الشعاع؟ ما أفهم شو هو هذا الشيء. بعرف الأربين متناولة بس ما أفهم شو هذا، ليه عم بيركعوا؟ كل هذا الكونسيبت أنا بعيد عنه وماني عارف فيه شيء، ويا حرام يلي منه عارف بعد. صرت روح بس ما عمل شيء إلا اسمع كيف عم بيصلوا، وصرت صلي معهم كل يوم، وكل يوم صرنا نطلع نصلي المسبحة كمان. ما كنت عارف صلي على المسبحة، ما كنت عارف أعمل شيء ولا بعرف الأسرار. بنعمة كتير كبيرة كان الروح القدس كتير حاضر بهذه الفترة. فصلت المسبحة يمكن بظرف أسبوع، فصلت الأسرار بعدني لهلأ حافظهم على الغايب. أنا ولا مرة فاتح كتاب الوردية، الكتاب الأزرق، ولا مرة فاتحه، حتى ما عندي يعني. أنا حافظهم شفهيا بالدارج، ما بعرف شو هالنعمة الروح القدس، وحفظتهم وصرنا نصليهم. ويعني صارت حياتي لقاء يومي مع الصلاة. أهلي فكروا عندي مشكلة، افتكروا بني شيء، ما يصدقوا أني عم بروح صلي، أنه يقولك هيدا أنه مش منه مزبوط، أنه شو وين عم بيروح. يعني كل يوم حريصة، كل يوم صلاة، كل يوم مار الياس، كل يوم، كل الوقت حياتي صارت مبنية على الصلاة. كان في شيء كتير أقوى من اللي عم بيجذبني لعند يسوع بفتكر. صار الوقت كانت قربت أختي جمانة على الولادة، بيقول لي في عنا جروب تاني صلاة كمان عم نصلي فيه بالرب وبمغارة. قلت له أوكي، وكانت الفترة قربت على نويل. قلت له إيه أوكي كتير منيح، أكيد بنروح. صرنا نصلي بهذا الجروب، وهذا الجروب عملوا شان دو بريير كتير كبيرة. بليلة الولادة كان نص لبنان عم بيصلي لجمانة وللبيبي. بيخلق البيبي، بتخلق ليتيسيا. أول شيء كان كل شيء محضر، لأنه الفحوصات انبعتوا على أمريكا، وأمريكا أكدوا أنه إيه في مشكلة كتير كبيرة وتروب القلب وكل هالتفاصيل. بتخلق ليتي ما في تروب القلب ولا شيء، إزوفاج كتير طبيعي، بيبي كتير نورمال. الحكيم بيطلع بيقول لها ما بعرف صراحة في شيء كتير غريب. قلت له أنا هيدا العذرة دكتور. كل الناس بالأوضة بيتفاجئوا، حتى أنا كيف قلت العذراء، يعني بالنسبة لهم جورج منه من هذا الجو. وبيقول الحكيم آمين، أنا بآمن. وفعلا كان شيء كتير حلو، كان أحلى كادو دو نويل لإلنا، كان كتير حلو، غير كتير أشياء بحياتنا، بحياة أختي، بحياة أهلي. صارت النظرة تختلف، وآمن إنه لا الرب موجود وفي كتير أشياء فيها تصير. وفعلا يعني الصلاة بتعمل عجيب. فعلا نص لبنان كان عم بيصلي، وصلني مساجات من عالم ما بعرفها، وكنت عم بنصدم قد ايه في عالم عم بيصلوا، ما بصدق انه في هالقد ناس فيها تعمل شان دو بريير. وبنفس السنة الجروب هني كانوا كتير مقربين من بير فادي ابو شبل. بير فادي ابو شبل كان مريض كتير بفترتها، وتعالج وشفه، وكمان صار معه شيء كتير حلو وانشفى. بيروحوا لنزوره بالأوبيتال، كان عنده آخر يوم باقي بالأوبيتال، رحنا نزوره كلنا، كنا جروب شي 7-8 أشخاص. فتنا على الغرفة، أنا ما بعرفه يعني، وأنا ماني مقرب كتير من الإخوان يعني، ما عندي هالكونتاكت ديركت كان معهم بعد. فتنا على الغرفة وهيك، بس أنا بس فت على الغرفة في شي حسني، حسيت كأنه في شي ما بعرف شو عم بيصير معي، يعني إجريي عم بيرشفوا، حس إنه شو عم بيصير، بده يقول لي شيء من جوا يقول لي، بده يقول لي شيء هيدا الأبونا. أرجع أقول خلص شو عم تحكي، شو عم بتفكر براسك، في شيء كتير يعني بقلبي شاعل شيء منه طبيعي، وشعور ما ماني عايشه، أول مرة بعيشه ما عشته بعدين قد ما قوي هيدا الشعور كان. بيجوا بدهم يفلوا آخر شيء، لأنه هو تاني يوم طالع من المستشفى، بيبرموا كلهم عم يفلوا. آخر واحد أنا بضلني واقف لفل، بيقول لي البير جورج بتضل شوي بليز. أنا هون ببرم إنه بحس يا بدي مار، شو بدي أعمل يعني. قلت له ناطرك تعيط لي أنت، كيف عرفت؟ قلت له، قال لي ضلك شوي بليز. انا ما استوعبت انه انا ناطره يعيط لي، وعيط لي وليش بده يعيط لي، ما بعرف ولا بيعرفني. بيقول لي شفت بقلبك وبعيونك حزن كتير كبير، عم تفتش على شيء. هون فرطت انا بكي يعني، وقربت لعنده قمرني، ومع انه نايم بالتخت مسطح. قال لي انا بكره طالع، وبدي تجي لعندي، طالع عند اختي على البيت، وبدي تجي لعندي، وبدنا نعمل أنا وياك جلسة اعتراف. اعتراف مش معترف بحياتي أنا، وما بعرف شو الاعتراف من البريمير كومينيو. مسكر كيبي على أكيد يعني، ماني فاهم الموضوع. تاني يوم يعني
ماني فاهم الموضوع، بس يعني اجري سابقيني لعنده. هل قد محمس كنت لاني اطلع اوصل، لانه هيك بدي خلص، بدي انه اعزل، حس مش مصدق شيء، شيل حمل جبال عن كتافي، شيل كل الاشياء المش حلوه. يعني كنت دايما بفكر انه انا كيف قطعت كل هالحياه هالقد بعيد عن يسوع لل 24 25 سنه. وقعدنا ساعتين انا وبرفادي طالع من المستشفى، هو ساعتين انا راكع على الارض وهو مسطح على الصوفة عم بخته، وانا راكع وهو عم بيصلي لي وانا عم بعترف، عم بيصلي لي وانا عم بعترف. كان يعني ما بعرف، هيلينج قليل الكلمة، يعني كان عن جد كانت جلسة شفاء مقدسة هالقد. كان شيء كتير حلو، من أجمل لحظات حياتي. كان عندي شعور إنه يسوع عم بيباركني، مش برفادي، العذراء موجودة حاضرة هون، حسيت شعور منه معقول شو حلو. كانت نعمة كتير كبيرة، وبلشت صفحة بيضاء مثل طفل صغير، وصار برفادي مرشدي على فترة كتير طويلة. ولتكون الأشياء تكمل، بقول لي باتريك رفيقي إنه الجروب دو بريير تبع الربوة اللي صلوا لجمانة، هذا الجروب دو بريير انعمل لإلي، ما كان موجود، قرروا يخلقوا هذا الجروب دو بريير كرمالي، كرمال نصلي لجمانة، وبيخبروني من بعد ما يتم الشفاء وتخلق لتيسيا. حسيت إنه قد إيه يسوع كتير كريم. معقولة في ناس فكروا ما بعرفهم ما بيعرفوني يفكروا يعملوا جروب دو بريير كرمالي؟ حسيت إنه قلبي رح يطير من محله. تخيلوا قد إيه يسوع قوي خصوصي، بس تكون تعلق الشغلة بولاده، خصوصا إذا فتحنا قلبنا. الإنجيل لعب دور كتير كبير بحياتي بهيدي الفترة. صرت أتأمل بالإنجيل وقريته من الجلدة للجلدة، وصرت صلي بقوتي كل يوم، يلي قوتي أصلا ما كنت صلي فيها ولا كان داخلها أي صورة قديس. صار عندي مزار كتير حلو بغرفتي، صرت صلي كل يوم، صرت أعمل سجود حتى بقلب الأوضة. يعني ما كل ليلة، كل ليلة أقعد مع يسوع، وكل ليلة ما أشبع منه. ونهار اللي حس إنه في حدا إنه مقهور، أو إنه أنا أتذكر أرجع، سمحت حالي أكيد، بس إنه بس أرجع أتذكر إنه في ناس معقول يكونوا مثلا عم بيخطب الليل أو كل هالقصص هيدي، فكر إنه عن جد أركع. كنت أروح أوقع على الإكستريم، يعني حطيت بحص عندي بالأوضة صرت أركع عليهم أوقات، أعذب حالي هيك شوي صغيرة مع يسوع، بس كرمال الناس يلي عم تخطب الليل. صلي لهم الرحمة الإلهية، كنا نصلي الرحمة الإلهية على الساعة 3 الصبح، وهيدا منه شيء، هيدا عن جد جزء كتير صغير قد ايه يسوع تعذب كرمالنا وقد ايه بحبنا. حياتي صارت يسوع والعذراء وصلاة. ما كان بدي كتير فلسف الأمور، وما بدي يعني كتر ليسوع من ورا الإنجيل. كل ما قرأ الإنجيل اطلع حس شو بسيط يسوع وشو القصص بسيطة، يعني خلص ما بدي اتأمل فوت باللاهوت والفلسفة وهيك. اجى على بالي هول الأفكار، رجعوا ما بدي، أنا بدي ضلني بسيط مع يسوع، بترقى معه ليسوع، بتعلم معه بالبساطة، ما بدي فلسف الأمور. يسوع بالإنجيل ما نقى تلاميذه ولا دكاترة ولا بي اتش دي ولا فلاسفة، نقاهم صيادين سمك، أبسط عالم، ناس كتير بسيطة. من هالمنطلق قرر ضلني بسيط مع يسوع، مش يعني إنه اللي بيتعمق أو مع يسوع وبيقرا، وبالعكس يعني الكنيسه فيها كمان كتير اشياء مهمه اكيد وفلاسفه ودكاتره، بس انا اخترت هيدي الطريق وهيك بدي اكون، ما كان بدي اكون شيء تاني، وبعدني فيها عن جد ومبسوط كتير رغم الطلوع ونزول اللي بقطع فيه، بس مبسوط هيدي هي الطريق اللي انا مختارها. مرحله جديده، التزام كلي مع يسوع والعذراء. صارت حياتي عنوانها يسوع المسيح ومريم العذراء، ما عاد في شيء تاني بحياتي. رحت على الإكستريم، صلاة قديس يومي، سجود للأربين كل يوم، يعني أخلص شغلي ومن بعد شغلي من بعد الساعة 5 أنا بحريصة أو بمر شربل أو بمر لياس جعية الراس، أنا عم صلي لأرجع على البيت العشية. كتير غنيت روحياً أكيد، كتير صليت لعالم، كتير بهالفترة حسيت انه انا وقت اللي اخدته لحالي هو وقت ما رح يطلع لي بقى مثله بحياتي، الا اذا رح يصير على الروتريت زبيط عايش للروتريت. ما بحس هذا الوقت كان كتير ثمين، كل وقت من حياتنا مقدس لدرجة مع يسوع اكيد مقدس لشي معين.
عشت هذا الشيء بالملأ، كان كثير حوله، كان بدي أعمل هالديسكونكشن عن كل العالم، ما بدي أبقى مع حتى رفقاتي اللي ما كانوا من الجوية اللي كنت أنا وياهم من زمان، السهر ورفقة الجامعة، بعدت عنهم كلهم. هالقد كنت مقتنع بوقتها أنه ما بدي، بعد فترة رجعت طبعاً لأنه كان بدي كمان أجذبهم ليسوع، بس بوقتها ما كنت قادر، كان بدي أقطش مع كل الناس لفعلاً كون أنا بمحل أنا بدي نقي حالي وبدي أكون فعلاً عم بعمل هالكيور مع يسوع. وهيك صار. بعد فترة صرت أبنه مع جروبات دو بريير، سيدة النجاة أفي ماريا، الزروع، تعرفت على كتير أشخاص ومنهم جاد أكيد كمان عن 2004-2005، هو صديق العمر وخيي وشبيني على فكرة، جاد شبيني بالإكليل. فيعني عشت مرحلة كتير حلوة بجروبات دو بريير، صار يقطع أشياء يعني، رجعت أكيد تعرفت على بنات وصارت حياتي صار فيها ups and downs، بس أنه كنت صرت أعرف بالآخر أنه دايماً أنه مرجعي ليسوع، مش أنه أنا عايش ومش فاهم شو عم بعمل، لا فاهم شو عم بعمل، وكنت عم بعرف حافظ على كل الأشياء بحياتي، وعم بعرف وين الحدود وين وين يسوع ما لازم همشه بولا مطرح، لو حتى أنا سهران، لو أنا عم بتعشى، لو وين ما كنت، مش بس يسوع بالكنيسة، يسوع معي وبقلبي وين ما بكون. 2017 سنة كتير صعبة علينا بالعائلة، بال 2017 عن قوت 2007 بيتوفى البي الوالد، كان شيء كتير صعب، بي بيمرض فترة كتير قصيرة، وبي هو حدا كتير، هو بي بكل معنى الكلمة، هو صديق، رفيق، خي، كل شيء كان بالنسبة لنا نحن الكل، كلنا بالعائلة، حتى مش بس بالنسبة لي، بالنسبة لكل ما كوزاناتي يعني، بي كان هو بي الكل إذا بدكم يعني. كانت مرحلة كتير صعبة، تأثرنا كلنا بالعائلة فيها، خصوصة أمي كان بالنسبة لها كل شيء بي، وأخواتي كلهم تأثروا، أنا الوحيد يلي كنت أكيد متأثر وما بيتعوض البي، بس كان في شيء كتير حلو عم بيعطيني رجع وقوة، هو قدي أنا كنت بوقتها طاير مع يسوع، كنت مأمن أنه إلا للعذراء أنت بتقرري، إذا بي ما لازم يكون معنا ما نخليه يتعذب، أنا بس بطلب طلب واحد أنه ما بدي يتعذب، ما عندي مشكلة أنه ما يكون بقى موجود بس ما تخليه يتعذب. هلأ كان عندي قناعة أنه ما بدي ينقهر ويتعذب بهالدنيا، يتألم يعني بالمرض، وفعلا هيك صار، بي ما تألم أبدا، كانت سريعة الشغلة، بس كان عن جد توفى قبل ما يتحول مرضه لكانسر، وكان توفى بكتير سلام، بس قبل ما توفى هو الأهم. هيدي المرحلة قررت أعطي كل حياتي بملقى لبيي، بدي ركز على بيي، كنت مأمن كتير بالرحمة الإلهية، وكنت دايما إلا لفوستين، لسانت فوستين، إلا أنه ساعديني أني بدي بيي بس يصير بالسماء يعيش هيدا الشيء مع يسوع، ما بدي أنه، لأنه بيي منه حدا بيصلي يعني، ومنه معترف كل حياته، كنت أفتح حديث أنا وياه، قال لي مني معترف، أنا وقتها ما تجوزت ما بيأثر، أنا مني عامل شيء، مني إذا حدا ما بعرف ما، قلت له ما فيك تقول هيك يعني، حتى يمكن أنه إذا عصبنا هو أوقات خطية يعني، فسر له بالأول، ما كان يقتنع، شوي شوي سنة نطلع سوا على حريصة، عشت أنا وياه فترة كتير حلوة آخر شهرين، سنة نطلع سوا على حريصة، لبس ثوب الكرمل، تخيلوا لأي درجة وصلنا، لبس ثوب الكرمل هو وعم بيتوفى، كان لبس ثوب الكرمل، رح تتفاجئ انه عم بحكي عن موضوع وفاة بيي ببسمة. حتى نهار الدفن رفقاتي كلهم يجوا يقولوا لي انه انا كان كلمتي الوحيده هي المسيح قام، حقا قام، كان هالقد مقتنع انه هو بمحل كتير احلى، وعندي هيدا الرجا كله، حتى اختي قالت لي جوسلين بوقتها، قالت لي انه انت الوحيد يلي ما بكيت، بس انت اكثر واحد مقهور وزعلان من جوا. قلت لها مزبوط، بس انا مقتنع بيي وين رح يكون، هو وين هلا، وصلاتي هي الأساس يلي ما بدي أنا ما صلي له، بفضل بدل ما قلته إني أبكي بفضل صلي له، لأنه بفيد أكتر بهالمرحلة. قبل ما توفى بمرة من المرات أصريت عليه، كنا فتنا على القديس بحريصة، قلت له ليه ما بتعترف، ريحني واعترف، بس عم بطلب منك الطلب، ما بدي منك شيء. طيب قال لي ما بعرف شو بدي له للأبونا، شو ما بعرف شو بدي له. قلت له بتفوت لعنده بتقول له إلي من وقت عرسي ماني معترف، بس بدي أنت ساعدني شو كيف بيعملوا بالاعتراف، ما بعرف شيء. قال لي هيك بدي فوت له، معقول انا زلمه عمري 63 سنه؟ قلت له ايه شو المشكله. قال لي طيب اوكي. صرت صلي كتير، صليت كتير عنية اصلا قبلها بفتره طويله،
هو اذ بيفوت بي لحاله على الاعتراف بهالاعتراف هيدا بيطلع له برسامي راشد بحريصه، وانا كثير انبسطت. بقي 40 دقيقه بيان بيعترف، انا كنت قاعد بالقداس، خلص القداس وبيتقعد وانا عم بضحك كل الوقت هيك الضحك مالي وجهي، ويعني عم فكر انه شو حلو، عم صلي عم صلي كل الوقت، وبس يطلع هيك عبطته وانا دمعته بكيت. قال لي شو؟ قلت له نعيما. قال لي هي عن جد نعيمة. قلت له شفت انه واحد بضل لي قصص، ما بدي اعرف شو صار جوا، بس بعرف انه انا كتير مبسوط وهيدي نعمة كتير كبيرة. قلت له انا اليوم فرحت بشي كتير حلو، وعن جد يسوع ساعدني كتير 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 اني حضر بيي للقاء معه. هذا كان اجمل شي صار من هيك، يعني كان عندي الثقة انه بيي راي على محل كتير احلى، بعد الثقة اكيد. وحتى يعني بالنسبة لي انا الموت هيك بهيك بعتبر إنه لازم نحضر حالنا هون، لأنه الحياة اللي ناطرتنا مع يسوع هي شيء كتير حلو فوق. أوكي، من بعدها بداية السنة 2007 كانت مرحلة صعبة أكيد، وزعلنا كتير، وأمي عملت ديبريشن، و قررت انه بدي اقدم شيء لنفس بيي. اكيد قدمت له قداسات كتير كل يوم وصلوات، وكتير ناس كانوا عم يصلوا معي من كل الاصحاب، بس كمان قلت بدي اقدم له شيء مميز كتير، وشيء كتير انا حابب اعمله هو انه بدي سافر على اخدم بمادر تيريزا كفولونتير بميشنري تشاريتي اسمه ام سي ميشنري تشاريتي مادر تيريزا بالهند على اساس بيطلع انه بالهند ما بدهم، مش عايزين، عندهم فالنتيرز مفاولين بيحاولوني على اثيوبيا. سوري قلت لها لامي انه انا بدي اروح. قلت لها امي الشباب بعمرك بيسافروا سفرات، انه شو رايح شو رايح تعمل انت باثيوبيا؟ رايح تلقط امراض؟ رايح تلقط كل شيء في امراض بافريقيا؟ قلت لها بدي اروح. فتشت وين بلبنان بيروحوا، طلعوا مع ميدسان سان فرونتير باليو اس جي. رحت حكيت مع دكتور مقربني هونيك، تعرفت عليه وساعدني كتير كتير كتير، حتى قدم لي الفاكسينات فور فري، كان كتير رهيب رائع عن جد. وبلشت هالمرحلة، وأمي أكيد جنت بوقتها، قلت لها خليني أعملها وما تعطي هم. رحت تلت جماعة على إثيوبيا، كان شيء كتير مميز لحدا يعني عمره 27 سنة رايح، بدل ما عن جد يروح على غير مطرح يتسلى يقصدر. أو رحت على محل ميسيون، أول كم يوم كان شيء كتير صعب، كتير 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 صعب. أول شيء وصلت طلع إنه ما عندي اسم، قالوا لي إنه ما في محل بنام. قلت لهم بنام بالكنيسة على الأرض، ما عندي مشكلة، شو ما بأثر معهم بدكم إياه. قالوا لي أوكي خلينا نشوف، على أساس أنا بدي أخدهم عند الأطفال بالكيد سايد، إنه أطفال إنه بتضلها سهلة علي الشغلة، مش إنه يحطوني عند الكبار وتلبك. قالوا لي ما في عند الأطفال مفولين، واصل جروب من المكسيك ومفول. بحطوني عند ال بحطوني بالمان سايد عند الكبار والعمر والختيارية، وكل الكيسز كتير كبار، يعني يا واحد جاي محروق كله سوا، يا يعني اشياء انا ما استوعبتها، انا ما دخلني اصلا بالميدسين كله، مش ما بعرف شيء. عملنا دورة بس تحضيرية يعني تنطبب وهيك قصص بسيطة، بس انه اشياء كبيرة يعني في صفرين هالقد كنت. اما بتقلي وحدة من الراهبات وقتها تعرفت عليها اسمها سيستر جونجا، مادر تيريزا كان اسمها جونجا من ألبانيا، بتقول لي سيستر جونجا هي كتير حلوة الفكرة، فيها تكون مس وورلد قد ما حلوة من جوا ومن برا، يعني بتشبه تهالينا شخص العذراء، مش معقول شو حلوة. بتقول لي if you want you can make it، وبتطلع بصورة يسوع هو بيساعدك. انا انه حسيت انه اوكي، ركضت على الكنيسه وصرت ابكي، الكنيسه قريبه دائما. بمادر تيريزا اول 3 ايام حسيت شو عم بعمل هونيك، انا رح دب اغراضي وفل، لانه انا ماني بقدر اتحمل هيك شيء. رجعت تفكر ليه، خليني اعتبرها روتريت وبقعد بالكنيسه، الكنيسه شيء كتير حلو، ببلشوا صلاتهم الصبح الساعه 7 قداس، بيرجع على الظهر بيصلوا، بيرجع بعد الظهر بيصلوا صلاه المساء، وبيعملوا عشيه ادوراسيون، يعني في 4-5 ساعات بالكنيسه. أنا خلص أنا بضلني بالكنيسة وخلصت، ما في لزوم لا أطلع ولا أشوف عالم ولا شيء. أول يومين قعدتهم بالكنيسة، بعدين طلعت هيك بالقربين، طلعت بيسوع، قلت له ليه أنا هون؟ ليش أنا هون؟ ليه جبتني لهون؟ أنا ما عم بفهم ليه موجود.
جورج عم تسمعنا؟ يمكن انقطع. هيك يا قلبي لا تخف، خذ يسوع الآن لبيتك. شر بابك واستقبل الحياة، حياتك نبعها يسوع. بابك يا قلبي لا تخف، خذ يسوع الآن لبيتك. شر بابك واستقبل الحياة، حياتك نبعها يسوع. اوكي رجع جورج. تمام جاد انا معكم عن جديد. يلا تفضل. سوري قلت له شو عم بعمل هون انا هون. اكزاكتلي مادر تريزا انه بالكنيسه قضيتك اول يومين، قول له يسوع انه ليه انا موجود، ما عم بفهم يعني في شيء منه مزبوط. اذا لازم كون موجود بهيدي الميسيون يعني لازم انا اعمل شيء، ما فيني انا كفي هيك. حسيت انه خلص لازم انا اقوم اتحرر من ضعفي وقوم اطلع لبرا واجه خلص الحياة، يعني واجه جوا برا شو فيه، ولازم فكر من كل قلبي. انا وطالع اول شغلة بطلع فيها لبرا بروح لعند الراهبة بقول انا بدي اخدم، انا خلص قادر وبدي اخدم. قالت لي very good، اعطيتني كيس كتير صغير. هيدا الكيس كتير صغير كان ايد حدا من هون مقصوصة. انا بلشت بدي اطبب هيدا الحضن. انا يعني صراحه بالايد ما طلعت، طلعت بصوره يسوع بالدورتوار انا عم بحط له الدواء، وطلع بصوره يسوع ما بعرف شو عملت له بايده للزلمه، ما انا قادر اطلع بالايد، كنت عم بطلع بيسوع كل الوقت قال له هيدي ايدك يا يسوع، هيدي ايدك يا يسوع، انا عم طبب ايدك يا يسوع، انا حالي بخلص هيدا يسوع، واحكي مع يسوع كانه يسوع.
ويجاد أنا رجعت، سوري ما بعرف شو عم بيصير صراحة، صاروا مرتين. يلا عم نسمعك هلا. اوكي عم تسمعوني؟ اوكي سوري. اوكي، فكنا عم نحكي على مادر تيريزا، فكانت أول مرة فعلا عن جد بطبب حدا بوقتها، وكان شيء كتير صعب بالنسبة لإلي. من بعدها ستأخذ كيسز أكبر، وكان وصلت لمرحلة يعني بعد جمعة أو جمعتين بالقعدة أنا هونيك 10 أيام، صرت فعلا صرت عم بقدر غير لجروحات شخص محروق كله، عم بقدر أعالجه كله، وأنا حدا عن جد يمكن كنت أعرف إذا بجرح أصبعي. يسوع كان كتير عم بيعطيني قوة، كانت الصلاة مرفقتني بشكل كتير كبير. يسوع بسفرتي لأثيوبيا على مادر تيريزا نقيني، يعني شحلني إذا بدك، كيف بيشحلوا الشجرة، شحلني من كل الشوائب البشعة، من الغرور، من الكبرياء، من حب الذات، من حب الحياة والملذات وكل هالأشياء. يعني عن جد كانت مرحلة كتير 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 قوية بحياتي، وكان شيء منه عادي. يعني أنا ما كنت بتخيل حالي بقدر أعيش بهذا المطرح، بهذا المكان، أو حتى أنه نام محل ما كنا عم ننام. كان شيء كتير قوي، شيء كتير حلو. وحتى الراهبة اللي كانت هونيك قلت لها أنه نتصور، أحب أتصور صورة معك سوفينير، قالت لي keep it in your eyes, in your heart, in your mind، مثل ما خلي يسوع بهدول الأشياء التفاصيل. كان شيء كتير قوي بوقتها اللي عشته هونيك، عن جد ممكن ينحكى عنه تيمونياج لحاله، جاد لحاله. يعني يمكن لازم تعمل بعدين تيمونياج، واحد كل يحكي عن شغلة وحدة بحياته، في يحكي عن مادر تيريزا عن ساعتين. والكادو الأكثر من هيك، بعد جمعتين أنا بالمين سكشن، بعد بيطلع لي كادو كتير حلو، بيقولوا لي إنه نقوني أنا وكذا حدا تنروح نخدم بقسم الأطفال، القسم اللي أنا كنت رايح عليه بالأول. يعني يسوع أصر يمرقني بهذا المطرح قبل، يحضرني يقويني تأرجع روح على القسم اللي هو الأسهل، اللي أنا كنت أفكر بدي روح دغري عليه. مش مثل ما نحن بدنا، يسوع عنده طريق لكل واحد، وبيعرف وين لازم نكون، وكل شيء نحن بنطلبه إذا لازم يتحقق يسوع بيعرف بالوقت والمكان المناسبين إما عمتين نحصل عليه وننبسط فيه أكثر من أي شيء تاني بالحياة. رجعت قسم الأطفال، كان شيء كتير مميز. كنت عم بخدم أولاد عندهم HIV، مش ذنبهم، من أهلهم إخدينا. كنت عم بخدم عالم أولاد ما عندهم أهل، ناس متروكين، ناس ميتين أهلهم. كان شيء كتير كتير حلو. بكل لحظة وبكل تكة هوني كنت عم بعيش السماء على الأرض، كنت عم بعيش experience حياتي. يعني كان شيء ولا أجمل يلي عشته هونيك، عن جد بقي بقلبي وبعيوني وبفكري. في مرحلة جديدة من بعدها بال2010، هي سنة ميديغوريا بالنسبة لإلي، وهي سنة السفر على السعودية. الكل كان يسألني إنه معقول أنت عايش هالفترة كلها مع يسوع بعد ما رحت على ميديغوريا من 2004 ل2010؟ أنا لا، بعد ما دعيتني العذراء. كنت دائما آمن إنه الميديغوريا هي دعوة، العذراء بتدعي الواحد ليروح أو ما بيكون صار وقته. فعلا هيك، بس كل مرة كان حدا يروح على ميديغوريا كانت درجة نبعت رسالة معهم، كنت ابعت جملة واحدة إلا للعذراء، ما تخليني ضيع الطريق. جملة واحدة، ولا مرة بعت لها غير هيك. بقرر سافر على السعودية، كنت بعلاقة أنا وبنت وبدنا في مشروع زواج، وكان بدي إنه يضبط وضعي ماديا ونشتري بيت وهالأخبار. بقرر سافر على السعودية، مع إنه أنا كنت مستحيل فكر أعيش برات لبنان، بقى بقدس كل يوم، كنت بالأبوجين، كنت طاير طاير. نزلت دمرت، صرت تحت الأرض، أخذت القرار وسافرت. ما كان في شيء بهالسفرة حلو، إلا أنه بس أنه هي موضوع ندفت مصاري قدرنا نشتري بيت، بس غير هيك ما كان في شيء له معنى. كان شيء كتير صعب، هي كانت عن جد يعني كنت فوق صرت تحت، بعدت كتير. ما في يعني صلواتي، كانت كون صلواتي أنا الفردية، كنت أتعذب كتير، بس أعرف أنه مثلا بيروتريت، بس أعرف أنه أنا مش قادر يعني أفكر، مش قادر أطلع حريصة. كنت كل شهر أنزل على لبنان لأنه ما استوعب أقدر ضاين فترة طويلة بلا قديس وبلا القرباني.
كنت اتحربت كثير، تصارعت كثير بهذا الموضوع، بس ختامها كان مسك وكان شيء كثير حلو. بختام مشوار هالسنه، انا كنت رايح سنه بوقتها، تدعين العذراء عم ديغوريه، تدعين العذراء من السعوديه مش من لبنان، تخيلوا، من خلال وليد عقل، وليد صديقي وخي بحبه كثير، بتدعين العذراء من خلاله، بيقول لي انا رايح عم ديغوريه وانت صار لازم تروح، صار الوقت، بطريقه في شيء كثير حلو صار بوقتها. قلت له كيف بدي اروح انا بالسعوديه باسبوري هون، كيف بدي اودي لك باسبوري على لبنان؟ بوقتها كانوا يبعثوا الباسبور على الاردن. قلت له كيف عم شو مش ظابطه؟ قلت له ما تفكر بالموضوع. قال لي بلا ظابطه، بعت لي باسبورك بدي اتش ال وانا بحل الموضوع. انا باسبوري بدي اتش ال مش كيف بدي ابعته؟ بعته ما فكرت كثير. وديهم وليد على الاردن، حطينا فيز عليهم ورحنا وحدنا مع شخصين زياده، مش مع التالي لوميير بقصد. وكانت سافرة العمر، رحنا 12 يوم، عشت هونيك مظبوط السما على الأرض. يعني كنت بالنسبة لي إنه أعيشها بلبنان لميديغوريا بملأة، يعني كل الأشياء عايش، كل الأشياء اللي عدرا بتورها، مساجات العدرا، كنت يعني رايح على الإكستريم. وصلت لهونيك يعني خلص مثل واحد يعني واصل عم بلتقى بالعدرا. أنا مش بالنسبة لي رايح على ضيعة بكرواتيا، عم بلتقى بالعدرا. كان شيء كتير حلو، عشت مرحلة كتير حلوة. ومن بعد ما رجعت قررت ما ارجع على السعودية. كانت طيارتي بنهار كنا قاعدين وعم نتعشى مع جروب البريير، وانا كانت طيارتي بنفس الوقت العشاء، وما رجعت وما رحت، وما في جمعتين كمان ربنا بيباركني بشغل وكتير منيح بلبنان، وما بضطر بقى اسافر على السعودية. كان شيء كتير حلو. قبل ما رجعت طريت سفر سفرة واحدة بس أسلم أغراضي، يعني تعمل هاند أوفر بروبر هاند أوفر. بهالسفرة بفتح جريدة لوريون لجور، بيكون عم بقرأ مقال حاطين فيه على الديسة، وكتير غريب أني أشوف هيدا الشيء. بعد عند الجريدة لهلأ محتفظ فيها، كيارا لوتشي بادانو، الديسة إيطالية اسمها كيارا لوتشي، عم تتطوب. كيارا عمرها 19 سنة وعندها كانسر وتطوبت. أنا قريت عنها لكيارا، حسيت إنه معقول يسوع حتى بهالسفرة رايح سلم أغراضي موجود معي مش تركني ولا تكي، وبلشت تبكي بالطيارة. في حد مرة محجبة يعني قلت لي ليه عم تبكي؟ في أسألك؟ قلت لها رح قلك بس كتير يمكن ما تحبي. قالت لي لا قلي. قلت لها عم بقرأ عن قديسة كان عندها كانسر وماتت صبية كتير صغيرة وطوبوها، وكتير شيء مؤثر بالنسبة لي. وأنا كتير يعني قلت له أنا حدا كتير مؤمن، خبرت عن حياتي بكل openly، يعني هي ده شيء ما كنت أتجرأ أني أحكي فيه أنا بالسعودية بوقتها. بتبلش تبكي المرأة، بتقلي أنا عم بعمل علاج بعمل غسيل كلاوي بلبنان، أنا مرضت لأنه حفيدي عمره 19 سنة عم يعني بيدرس طب بأمريكا، عنده كانسر بعينه. طلعت فيها هيك، أنا قلت لها يعني مثل قصتها للقديسة. قالت لي ممكن أخذ الجريدة؟ قلت لها أكيد. رجعت طلبت جريدة تانية لإلي، قلت لها أكيد. وقلت لي ممكن أخذ رقمك؟ قلت لها طبعا. وتواصلت معها، وهيدي الإنسانة شفي ابن بنتها بعد فترة تقريبا سنة، وضلت فترة تحكيني وتتشكرني، ولا أنا عم صلي لك، وتقول لي هي إنه هيدي الصلاة عم توصل وشفي ابن بنتي. هيدا آخر مشوار كان لإلي على السعودية، حسيت إنه مثل كأنه يسوع إنه هيك عم بيقول لي إنه أنا معك لو وين ما رحت وين ما كنت، وما تخاف. ألفين وثلاثة عشر الحب ساندي، في صبية كنت دايما نشوفها من بعيد، بس كنت دايما نقول إنه لا بركي أنا عندي دعوة ترهب، وكان هذا الشيء كتير وارد براسي، وكنت دايما أنا عم فكر فيه. ولا مرة طلعت اختبرت، ما كان عندي الجرأة، كنت دايما أحس إنه بحب أعمل عائلة،
بس كمان أحس أوقات ممكن الرب يكون عم بيدعيني، هونيك نهار بقوي قلبي وبحكيها ومنبلش نتعرف على بعض. ايه جوال كروسي ويبلش المشوار. أحلى شيء إنه نتعرف بسان تيريز بسهيلة ونشبه بعض كتير بالصلاة، ونبلش نصلي تنشوف إذا لازم نكون سوا ولا لا. حدا منا أكيد كان، هي كانت راجعة من ميديغوريا وأنا كنت رايح من ميديغوريا بأوت 2013. حملت بقلبي هنية وبس، قلت هالمرة بدي روح وبدي أشوف إذا هيدا الشخص لإلي لحياتي ولا لا. وبكل السفرة، بكل قرباني، بكل أدوراسيون، بكل سجود، بكل صلاة، كانت ساندي بعيوني وبفكري، وهي نفس الشيء كانت بلبنان عم تشتاق كل الوقت. والعقلوبنا بالحب أكيد، بس كمان كان لازم نتأكد نشوف إذا إيه أو لا. كنت في فترتها كنا ملتزمين بالمساجي دو ماري، هذا الجروب اللي نمينا وكبرنا كتير مع يسوع والعذراء، والمساجي مربوطين بالكوميونتي فيليا ديال ديفينو اموري يلي هن بروما مع مادري روزاريا. بقرر سافر على روما، كان انا بشغلي بسافر دائما على ايطاليا، شغلي مرتبط بايطاليا، دائما بسافر على ايطاليا. و بإحدى السفرات بقرر إني روح أقضي 4 أيام اختبار عند المادري بسان شيزاريو بالكوميونتي. هونيك بعيش مع الكوميونتي ببيت الشباب ومع إرشاد المادري، كانت كل يوم عم نصلي مع المادري، وكان كل الوقت صلاة تكشف. يعني كان بالنسبة لإلي حياة يعني حلوة كتير، بس بنفس الوقت كان شيء كتير صعب، كان شيء كتير صعب، وكان بكل ركعة وبكل سجود بكل صلاة ساندي ما عم تروح من فكري. برجع على لبنان بنوفمبر، بلا لساندي بدنا نتجوز. مش يعني سان شيزاجو ما كانت حلوة، كانت رائعة، بس الدعوة هي للعائلة، وبتأكد من كل شيء. عرستني بعمل لها بروبوزل بإيطاليا كمان بروما، وبنخطب على ب 5 فيفريه 2014. بتخطبنا المادري بدار الكرمل الساعة 3 الصبح، والجداو قبل ما نوصلها على المطار عند لويس وزيلي مارتان بالشابيل تبعهم. و ب 19 جويه 2014 بليلة عيد مارشال بالمارلييس نتكلل، وكان بيتنا عم ينبنى على حب الرب مع كنيسة يسوع. نهار العرس أنا كنت كتير مبسوط، كنت طاير من الفرحة، كان شيء منه طبيعي. حتى واحدة من كوزينات موني بتقلي تيتو بالانسي عن تختار السيال، فكان عن جد بتعيش بين السماء والأرض. كان نهار من أجمل أيام حياتي. مرحلة جديدة بيخلص العسل، ساندي بريجننت، بس شيء اسمه أف كلير ما فهمنا شو هو، حبل فاضي. كان بالنسبة لنا صدمة، أول بيبي ناطرينه، من إزت أنا خفت نعيش الديلام اللي قطع فيها أخواتي، لا إنه شو هيدا. بس كنا اتنينتنا من آمن إنه الولاد هن نعمة من يسوع وبس، ومقتنعين 100%. ما فكرنا كتير بالموضوع. المساجي عم ننظم سفرة جروب صغير عند المادري على روما، لأنه جاي فيتس كاب في أباريسيون. منقرر أنه نسافر مع جروب المساجي بنوفمبر 2014. هيدي السفرة سفرة النعم، تغيرنا كتير فيها، كبرنا مع يسوع كتير، نظرتي لكتير إشياء تغيرت بالحياة. عند المادري بالأباريسيون بتجي فيتسكا، بيكون عنا لقاء خاص معه، بتصلي لكل الكوبليت وبتصلي لكل الأشخاص اللي كانوا هونيك. كان حلم عم بيتحقق بالنسبة لإلنا، يعني كانت النعم أكبر من نحملها قلبنا. يعني كنا نحس أوقات إنه خلص ما عاد فينا نتحمل هالقد نعم، شيء كتير كبير. قبل ما تفل فيتسكا بقرب لعندها بقول لها إنه
قولي للعذراء بدنا بيبي. خير البساطة يعني، بكل ما بعرف إذا كنت تلات بايخ بترد وبتقلي، بتصلينا أول شيء على راسنا اثنيناتنا، ببركنا على السريع وبتقلي رح يصير أوكي، وبزيت الشهر بيصير 27 نوفمبر عيد الميلاد ميراكولوز بنتنا الكبيرة جود إلى إتي كونسيو. ولا بالكون أنتين خلقت جود وبتشوفوا إنه كل شيء مع يسوع إله ريزون وإله سبب، ورح تعرفوا العلاقة مع ماريا رفع الملك اللي عنا إياه بالسما. بهالسفرة ذاتها منزور مع المادري بروما مدافن الأطفال المجهضين، كل الأطفال اللي معمول فيهم أفورتمان، وكان شيء كتير عظيم. ما بعرف شو حسيت أنا بوقت قدسنا هنيك، حسينا إنه نحن بجنينة مليانة ملائكة. وتذكرت كتير ملائكنا ماريا رفع وقتها اللي أصلا ما نسينا ولا مرة. بكاتورز أوت بذات السنة بتخلق بنتنا جود، بذات الدات اللي فلت فيه ماريا صارت أنج بالسماء. ما في شي صدفة مع الرب، الرب كتير أمين وما بيتركنا. كتير اشياء حلوة صارت، خلقت من الحزن فرح. He was there، فيني قلكن. ومريم She is always here. مرحلة جديدة، العائلة والوطن. هموم العائلة وانشغالاتها أخذتنا بكتير من حلات، وأخذت حيز كبير من صلاتي وخففت من صلاتي. أكيد العائلة شيء كتير مهم طبعا، بس الالتزامات والولاد وكتير أشياء والشغل صارت صلاتنا تخف. أنا وساندي خفت صلاتنا، وصرنا نجرب نلتزم قد ما فينا بالمساجة، لأنه كانت تكون الملاذ الوحيد لألنا والملجأ أنه نقدر نرتبط ونجبر حالنا نلتزم بشي ما نقصر. ما تقدرت أدس كل يوم، صار شغلي دوام طويل وقدر إجي على البيت بسرعة كرمال كمان عم تساعد على الولاد. بس المساجة كانت محل كتير حلو وساعدتنا كتير، لأنه أغلبية كابلز والأغلبية أولادنا بنفس العمر وعم بيكبروا سوا، ونشاطاتنا هي ذاتها يعني. وضع لبنان صار يتدهور، بطلت مبسوط بشغلي، بلشت الثورة، بلش الأشياء تصير منا حلوة مش عقد طموحي. أنا حدا كتير بحب الكارير تبعي وبشتغل كتير على حالي، بحب طور حالي وبحب شغلي، وخصوصي بعد انفجار بيروت كان كتير شي صعب بالنسبة لإلي، وقررنا أنه نترك البلد ونقلنا على دبي. هيدي المرحلة كمان كانت كتير هيك كئيبة بعد الكوفيد، وبعده الكوفيد موجود ودبي مع الكنيسة مسكرة، كان شيء كتير صعب لقلنا كعائلة. بس على القليلة كنا حاسين انه الزوادة يلي اخدينا خلال كل السنين اللي مرقت وشو قطعنا فيه وقدي يسوع عن جد موجود معنا، هالبجاج عم نستعمل منه، عم نستعمل منه قد ما فينا. الجوهر موجود بس بدنا نشرج يعني، منحس في نقص معين وبدنا نشرج. كنا عم نصلي أونلاين، عم نجرب نلتزم بكتير أشياء، بس كمان ما كنا نتمنى اللي صار يصير. مرحلة من الجفاف الروحي أكيد بتصير بدبي، ومنحاول إنه نجاهد تنحافظ على الطريق، هالقد الشيء صعب والحمد لله أكيد محافظين بس بصعوبة كتير. قبل دبي أنا كتير بتقوى علاقتي بمارشربل، مارشربل الديسي المفضل بحبه كتير، قويت علاقتي فيه كتير مؤخرا، ودايما بطلب منه كانت إشارات هيك صغيرة، مع أنه هيدا شيء غريب بس هو دايما برد يعني. يمكن مش كل العالم بيحبوا الإشارات بس هيك أوقات يعني. بوصل على دبي أنا أول فترة كنت كتير زعلان كيف تارك لبنان وعندي بوست كبير وراجع بلش من الزيرو بدبي. كنت دايما ما بعرف انه مارشربل ساعدني اللي اذا الصح اللي عملني ولا لا. بطلع من البيت هيك عم تمشى برا بالجردان بسمع بنت الجيران، ما استوعبت شو عم بسمع. اول شيء يا قديس اللي من عنا بنت عمرها 7 سنين، يا شربل صلي عنا، عم بحكي انا بعدني لمارشربل. بيطلع لي بترتيلي بصوت بنت الجيران، بطلع بقول لها شو كنت عم بتقولي؟ قلت لي عم برتل لمارشربل. قلت لي عم برافو، مين علمك؟ ما بتعرف تحكي عربي؟ نص لبناني بس ما بيعرف يحكوا عربي الولاد بدبي.
قالت لي التيتا معلمتني اياها، قلت لها هاي برافو وفتت، قلت له ميرسي انت هون. يعني كثير قصص صغار، يعني ما بنطر اشاره بس انه هاي الاشاره اعطتني روح، اذا بدكم ردت لي الروح. هابس اند داونز اكيد، ضغطة القلب مثل جراف القلب، بس دائما اكيد مع يسوع. برجع بقول لكم دائما، حتى عن جد بالجفاف يسوع موجود. سانتا تيريز بالدير عاشت سنين، سنتين جفاف روحي زيرو، ولا تصلي ولا شيء كانت بالدير. ويحيي من اهم القديسات، فدائما عندي رجاء وعندي ساعة انه يسوع معنا، لو نحن تحت معنا لنرجع نطلع لفوق. مرحلة جديدة صعبة كتير، مثل هيدي الأيام سنة الماضية ديسمبر 2021، أختي جوسلين هي من أكثر أشخاص مقربين لقلبي بالعائلة، بيتشخص مع كانسر، كانسر درجة ثالثة، يعني بريس كتير وضع خطير. وكلكم الأكترية صلوا لجوسلين، رفقتونا بطريقة كتير حلوة، وهيدا دليل على أن الصلاة بتعمل عجايب. زعلنا كتير أول شيء أكيد، وانصدمنا خصوصا انه كنا بمرحله العائله مخدوده كتير. كان كوزاني ابن عمي عامل كانسر وشفي، وابن ابن عمي عمره 10 سنين كمان كان كانسر وشفي. وكمان صلاه المساجيه وصلاتكم ساعدت كتير مع شربل، بتتذكروا شربل عمره 10 سنين اللي صليتوا له. كمان هذا كان شيء كتير صعب بالنسبه لنا، بس كان عم بحفزنا كلنا نلقط المسبحه ونصلي وما نوقف صلاه. ووقتها ما بنسى شغلة، أخذنا بيرجون ماري لعندهم وصلينا له قبل ما بلش الشيميو. ووقتها نزلنا وخلصنا الصلاة بيقول لي جاد، بس كنا بالباركينج، بيقول لي شرب انشفى كون أكيد. وفعلا هيدا الشيء صح، وإحساس جاد وهيدا الشيء كان مظبوط. من بعدها كمان ابن كوزينتي بيتوفى بأكسيدان، كمان كان شيء كتير صعب. وبيجا عمي بيتوفى كمان بذبحة قلبية. عشنا شيء كتير صعب، مأساة كتير منا حلوة بالعائلة ورا بعض، بس أداة صعبين هالأشياء. إذا يسوع منه موجود كيف بيكونوا؟ بيكونوا جحيم. ما في إنسان يكفي إذا يسوع منه موجود بهيدول التفاصيل حياته. بالنسبة لجوسلين، جوسلين مرقت مرحلة صعبة بس كانت قوية كتير، قوية بالصلاة كتير. بيحددوا لها عمليتها من بعد العلاج 6 أشهر شيميو كتير قوي. أنا رحت على أستراليا، جوزني عايشة بأستراليا وأمي عايشة معها، رحت وزرتهم فترتها وعشت معها كل التفاصيل. رحت معها المستشفى مدة 2 أسبوع، أخذها أنا على العلاج، عشت الأشياء كلها معها. كان بدي أحس شو عم بتحس أختي، بدي أشوف شو عم بيصير. كان شيء كتير صعب بس كانت كتير قوية، فاجأتني إنها كتير قوية وكتير عندها إيمان وعندها ثقة وعندها رجاء. وبتقلي أنت علمتنا نصلي، أنا ما بخاف، انت بلشت تصلي وانت ليك نحن بنصلي ليه بدنا نخاف. وفعلا قوتها وصلاتها، وامي ما تركت المسبحه، خالتي وعمتي كل العائله، كل العائله، نحن عائله كثير متحده كثير قراب، كلهم صلوا من كل قلبهم. ف جوستين كانت عمليتها مقرره ب 8 اب، بيقرروا الحكم يروحوها بعد كم اسبوع زياده، بيحددوها ب 22 اب ونهار ما شربل. فبتقول لي هيئته ما شربل مصر يكون بالعمليه، وفعلا كان بالعملية، لأن جوسلين وصل ضغطها لثلاثة وكانت عم تفارق الحياة عشوائي. ورجعت الحمد لله بعجيبة وموجودة بين بيتها وعائلتها، وهو كانسر فري، ما في بجسمها ولا شيء، عم تاخد أكيد علاج بوست للتريتمنت. بس كتر خير الله جوسلين موجودة مع أولادها، ابنها اللي عمره 19 وبنتها اللي عمره 15 وجوزها، بعد الحياة قدامهم. أكيد ميرسي ليسوع وللعذراء، هيدي نعمة كتير كبيرة. وهيدي الشهادة إنه دايماً دايماً نرجع نتذكر إنه يسوع معنا. ما لازم ولا نهار نحن نهمل، مش وقت الشدة بس، وقت كل الأيام لازم يكون يسوع معنا، مش وقت لازم نكون عايزينه. He was there. Thank you جاد، أنا خلصت. آمين شكيت آمين كتير. آمين. You are here, you are here, you are here, Jesus, you are here, you are here, you are here. I believe.
I trust in you, my Lord and God. I trust in you, Jesus. You are here. You are here. You are here, Jesus. جورج, thank you. Merci beaucoup على هذا القلب, عملية القلب المفتوح اللي كنا فيها, اللي فت فيها بقد أصغر التفاصيل هيك يلي بعلاقتك مع الرب طبعت فيك وخلتك تقشع وبعيون الإيمان وتحس بقلبك البشري قدي الرب بحبك. ومرسي لأنك قدرت تحسسنا وتعيشنا هذا الحب من خلال حياتك. يلي بحب يسأله لجورج أما يحكي معه بليز ريز هاند. وأنا بدي بلش, بدي أسألك سؤال. بآخر سفرة كنا فيها بميديغوريا, هلأ بجويه, بآخر جويه, كنت شاركنا بحديث على مواضيع كتير, وأحلى شيء كان بهذه السفرة كان هيك مثل إعادة, يعني مثل renewal of the relationship. وأنت هيك كانت مثل كان في تام حكيت فيه وعشته, هو إنه بدك ترجع لشعلة الحب الأولى اللي عندك إياها كانت للرب. بس هيك بمختصر صغير, انت قلت انه في ups and downs دايما وهذا شيء طبيعي, واللي ما بيعيشها بيكون منه قلب بيعيش, بيكون يما بارد وما قاله لا طعمه ولا نكهة, يما مش عايش, يما منه حاضر. سو السؤال تحديدا من بعد هذه السفرة, لانه نحن برجع نقدر نتواصل وانت عايش بدبي وما قدرنا نرجع نشوف ساندي وانت, بس من بعد هذه السفرة صار في شيء هيك تجدد بعلاقتك مع الرب وككوبل كأنت وساندي سوا؟ يعني في إلها إمباكت معين فيك تحكينا عنها هيك مختصر؟ أكيد في كتير أشياء تغيرت, وهو فعلا كنا عطشانين كتير, وميديغوريا إجت وإنت طلبت مني أعطي التيمونياج قبل ميديغوريا إذا بتتذكر, قلت لك لبعض ميديغوريا, قلت لك لبعض ميديغوريا أنا مني حاضر, وكنت عم حاول قد ما فيي أجل لأنه عن جد مني حاضر. اللي فيه إقول لك يا جاد إنه إيه, في سلام كتير كبير من بعد ميديغوريا بحياتنا حتى ككوبل أكيد. بالصلاة يعني الأشياء اللي قررت اللي أخذناها, عم نصلي كل ليلة مع الولاد, هيدا شيء ما كان ينعمل من قبل, كل ليلة نحن منصلي مع الولاد وهيدا بيعطينا فرح كتير كبير. حتى إذا أنا مسافر منصلي على الزوم مع الولاد, ما منقفي ولا ليلة, ما بينام الولاد ولا ليلة ما منصلي كلنا سوا. هي شغلة ما كنا نعملها من قبل, أخذنا هيدا القرار لأن كمان الولاد بتعرف هذا بيعذبوا بتعبوا, بيصير واحد ما بده يصرف ينامه يعني آخر شيء, بس إنه لا عم نجرب نطول بيننا يعني حتى ما نعصب عليهم, لأنه كمان الغضب منه حلو, بس إنه ما بيخلى الأمر أوقات أكيد. وأنا ملتزم بالأكيد طبعا القداس الأحد أبدا ما في تقفية, وملتزم بصلاتي المسبحة, وأكيد أدوراسيون كل نهار ثلاثة كمان بدبي. الأشياء اللي ما كنت عم بعملها صحراحة قبل ميديغوريا, يعني ياكت التهي بشغلة اتأخر وصل تعبين قلل المروة, هيدا الفطور اللي عشته يعني كسل إذا بدك, هيدا الكسل لا ما بطل موجود. واللي فادني من بعد ميديغوريا انه قعدنا بلبنان شهر ونص صيفية, هو اللي كانوا شهر ونص كتير مهمين لأرجع عيش كل الطقوس اللي أنا بدي إياها يعني بالكنيسة. كنت رجعت لصلاتي وقداسي اليومي ومسبحتي اليومية يلي أنا كنت عايشهم أول ما تعرفت على يسوع, عشتهم بهالشهر ونص وسحبت من بعدها وقلعت, وكنت كتير جاهز أعطي التيمونياج اليوم من وراء التحضير. جاد التحضير كان كتير مهم, قلت لك هذا الشيء اليوم بعد الظهر إنه مرسي, لأنه بشجع كل حدا عن جد ما عطى تيمونياج ومردد
ما يفكر مرتين بالموضوع، لأن أنا كنت مردد وقتلين هام. بس بلشت حضر، راح هذا التردد كله، جات عشت فيلم حياتي كله، حياتي مع يسوع. أنا ما حكيت عن حياتي الشخصية اليوم، حياتي البرسونال هي لإلي، بس اليوم أنا حكيت عن يسوع بقلب حياتي اللي هي أصلا حياتي الجديدة. هللويا، ثانك يو ريتا بي. بونسوار جورج. بونسوار. بتعرف اول ما نزل على الجروب انه انت بدك تعطي تيمونياج، اجى على قلبي اقول لك هيك، تذكرت كتير لحظات كون انت عم بتصلي فيها، كتير تذكرت قد ايه لمست قلبي بصلاتك، واجى على قلبي اقول لك انه الرب عطيك نعمة خاصة، كتير خاصة وكتير حلوة كتير قوية بصلاتك. ما بعرف شو هي، ما بعرف، نعمة، قوة، شفاء، ما بعرف، نور، حب، ما بعرف، بس بعرف انه ما تهمل هالنعمة ويلي هي بصلاتك، يلي هي فيها كتير قوة، يلي هي كتير ناس بحاجة لإلها. آمين. ميرسي ريتا، ميرسي على المساج الحلو، وأكيد ما رح أهمل لأنه بيقطع مثل ما قلنا واحد ups and downs، بس لا دايما يسوع والجوهر موجود والروح موجودة، وهيدي الشعلة ما بتنطفي على أكيد وما رح تنطفي. أمين. ميرسي ريتا. أمين. Thank you. سنزون. بيبا أنا بدي أقول لك مرسي لأنك عطيت هذا التيمونياج، وكتير غريب كيف أشخاص بنكون مفكرين أنه كتير كتير منعرفهم. يعني أنا معتبر حالي يعني خي جورج وبعرف كل شيء عن جورج، وشو غريب اليوم أنه كتير عرفت قصص جديدة عنك وكتير كتير حلوة أبدا ما كنت أعرفها. وبشكر الله أنه سمح أنك تعمل هالتيمونياج، وسمح أنه نتعرف عليك هيك ديبر ونكتشف قد أنت بعد أحلى من ما نحن كمان منعرفك. وكتير هيك أثرني شيء كنتي ما يمكن بعرفك أنك هيك، بس ما كنت شايفته هالقد واضح، هو قد ايه عندك روح الخدمة وقد ايشك حاضر. يعني وقت رحت عند اختك على استراليا او وقت البيبي، هل الدور اللي لعبته قد ايه قوي وقد ايه فيه خدمة وقد ايه فيه غير مادر تريزا اكيد، بقى هيدا نعمة كبيرة بشكر الله عليها. وبعرف انه اكيد عائلتك بتعرف انه عندك هالنعمة وبتعرف قيمتك بهيدا الشيء. بقى بصلي انه الله يعطيك القوة انك تكون على طول انت يسوع اللي عم بيكون حاضر حد كل الاشخاص اللي بحبهم اللي بحاجة لإله. وبصلي لك ولساندي كمان، لانه ساندي كمان كتير سبيسيال وبتعقد، وكوبل الله نعم عليكم كتير كتير حلو انه رجعتوا هيك الشعلة ولعتوها، لانه عندكم وزنات كتير، وعقد ما الله امين انتو كمان امينين على هالوزنات انا اكيد. فانا بصلي لكم من كل قلبي، ومرسي كتير لانه اليوم تعرفت اكتر عليك، ويا ويلي صرت حبك بعد كتير اكتر ما انت بتعرف قد انا بحبك. وانت بتعرفي كمان، انت بتعرفي قد ايه بحبك. زينة جاد خيي وزينة اختي، يعني مش ما بعرف شو بدي اعبر. وبحس انه زينة انت رح تكوني يوما ما قديسه، زينة دو لارنكا. باي. بونسوار جورج. بونسوار. انا كثير مبسوطة اول شيء. يسوع البطل فينا. أنا كتير كتير انبسطت أول شي بالتمونياج تبعك، وكتير انبسطت أنه تعرفت عليكم بميديغوريا، قديش يسوع عطاني هالنعمة أتعرف عليكم كلكم، وخاصة أنت شديتني بضحكتك ببسمتك بنورك
وعن جد عن جد كان عندي شو وكان عندي حشرية أعرف شو صار معك، لأن حسيت في يسوع بقلبك، في يسوع بعيونك. بقى اليوم أنت وعم تحكي غمضت عيوني هيك وما طلعت أبداً بالتليفون ولا بوجهك، كل الوقت شوف نقطة نور أنت وعم تحكي. ما بعرف إذا هاي ماريا رفقة كانت عم ترافقك ولا الروح القدس، بس صدقني صدقني كان في نقطة نور أنا وعم أنا ومغمضة عيوني وعم بسمعك. عن جد عن جد يعني بشكر الرب عليك، وإن شاء الله يسوع يضل دايما منور حياتك. أمين. مرسي مرسي ماي، وأنت كمان شهادتك رائعة مميزة وقليلة كتير عن جد. نيالنا مع يسوع. Thank you. Zozo. Zakros. كتير لفتنا كتير لفتنا لما قلت انه انا بمشوار الايمان اوقات في ups and downs، اوقات صلواتك ما بتكون كثيفة مثل ما انت معود او مثل ما انت بتحب. بس اللي بدي اقول لك ايه هو بالايامات اللي مفكر فيها انت انه صلواتك منا مثل ما انت بتريد وبالمنهج اللي انت بدك اياه، بهالوقت بالتحديد انت كانت كتير امين وكتير معبى لدرجة انك تعطي يسوع لكل اللي من حواليك. يعني انا عم بسمعك كتير مصدقتك انه عبالك تكمل وتغوص بالادوراسيون، يمكن بصلاة المصبحة بشكل هيك مواظب، وانما انا عم بسمعك صرت عم بقول انه الصلاة اللي عم بيحكي عنها هو انا وصلت لي منه. يعني وهيدا هذا اللي عبالي وصله، انه انت وبتخيل كل انسان بس بشكل اخص انت لما تعرفت على يسوع والتقيت فيه بطلت الصلاة عند ذات اذا بدك ذات البيوت يلي بنكون عنا اياه وقت نكون عطشانين نتعرف على يسوع. سو من هون بدي اقول لك انه حياة المؤمن وحياتك انت، انا شخصيا وصلت لي يسوع بشكل مثل ما زنزون زينة دولارنكا جوالدو نقاش بتقلك انه وصل لي يسوع عبر محبتك، عبر اسئلتك، عبر الكير تبعك. مش معقول يسوع قد كبير لدرجة بيصير أكبر من صلاة عم نرددها أو يمكن حتى قداس عم نحضره. فمشان هيك بدي أقول لك ذكريات صغيرة أنه كثير بحبك. هذا التيمونياج كان كثير غني لأنه علق براسي، إنجيل، مسبحة، الديسين، ميديغوريا، هيك مثل عملية قلب مفتوحة. اللي إذا بقدر شبه التيمونياج بقول عن جد كأني مع حكيم قلب وقاعدة عم بحضر على عم بحضر عملية قلب مفتوحة. بقى مشان هيك بدي أقول لك الله مقدسك، ومش الله يقدسك، الله مقدسك. وميرسي أنه بكل الشمين ما تبعك كل ما تعرفت عليه بطريقة أعمق، كل ما وصل للناس اللي حواليك وأنا أولهم بطريقة كتير سامبل. سو ميرسي على كل شيء قطعت فيه بحياتك، وقف شو بلاقيه فيك. هذا بدي أقول لك إياه، كيف شو بشوفه فيك، وبحبك قد الدنيا كرس وكرسية من العيال يلي بتخلونا مثل كتير عيال جاد وزنزون وانتو هيك عن جد بتشهوا مشروع القداسة عبر العائلة. سو بحبك قد الدنيا. وانا كمان كتير 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 جوال، بتعرف قديشك مميزة عنا ببيتنا عن جد، مش عادي يعني اخت وصديقة واللي منحكي منحكي عن جد قدام بعضنا بتجرد، ما منتخبش، منحكي بلغة يسوع، بعيون يسوع منشوف بعض، هيدا أحلى شيء. آمين. زوزو دو نقاش مرسي كتير رح تدرج هلا. رولان دو لغريس. رولان دو لغريس. رولان long time اتصل لي مين سبا انا تعرفت على كورس من شي 15 سنه يمكن مرتين التقينا وما عاد صار فرصه ابدا واي لوست اول اخر مره يمكن باتان صح probably I'm very happy to hear the story. يعني it's really it's touching. وما كنت متصور انه عندك هالاشياء كثيره هالقد، يعني بلاقي حالي قد ايه انا بعدني صغير وقد ايه ام شالو
sometimes انه ما بعرف do I have to wait for something بدي انطر يصير شيء مع انه الحمد لله ما صار شيء عندي لا بالعائله حدا صار شيء ما في صار لي شيء ابدا ما حوالي بدي انطر شيء تيصير هالقد ايماني قوي وهالقد فعلا تكون قريب من يسوع. بعدني انا بحس اني بعدني بالنص بين العالمين بين العالمين وبحس انه اذا بدي اروح لعالم يسوع وهيك بدي اترك كثير اشياء يعني يمكن شغلي بدي اترك شغل او يمكن لازم اشتغل ببلاش ووزع المصاري ما بعرف بحس انه I'm very extreme يعني اذا ما بعرف في الواحد يوفق بين اثنين سوا هالشغلتين. بعدين قصة الكابلز it's really nice بس اسمع وشوف انه في فعلا هيك كابلز هالقد spiritual وهالقد ما بعرف لما بحس العالم مادي نحن عايشين بغابة انا وصلت لمرحلة عم فكر انه حرام الناس عم يجيبوا اولاد لهالعالم البشع الناس عم تاكل بعضها we're living in a jungle ناس عم تاكل بعضها ولك الحروب الديزيز الامراض الخبريه الماده الاخوه عم يتمنعوا انه بين بعضهم عم بيرفعوا دعاوى يعني في مشاكل كثير بالعالم حاسس انه فعلا غابه الناس عم تاكل بعضها بحس انه شيء وصل كثير عم يجيبوا هيك يعني ما بعرف شجعكم وقد ايه متاثر فيكم انه قلبكم قوي بتجيبوا اولاد صغار اطفال على العالم البشع العالم كثير بشع العالم كثير بشع دو بلوس اون بلوس بطفولتنا كنا ببراءة بالطفولة كانت براءة كانت حياة هيك سامبل كان ناس طيبين هلأ ما بقى you cannot trust anybody it's just about شو اسمه it's a material world وبدي منكم تصلونا بدي منكم تصلونا تصلون لي تذكروني بصلاتكم بدي كتير صلوات بدي كتير صلاة. أنا فيني أقول لك يا وشي كتير انبسطت فيك عن جد إن شاء الله تكون أمورك منيحة. بدي أقول لك شغلة إنه أنا رجعت بعد فترة رجعت انخرطت بالحياة الطبيعية حتى أصحابي اللي ما بيشبهوا الحياة اللي أنا عايشها رجعت صرت شوفهم وتلاقى فيهم ورجعت عشت عادي ونسهر بس صرت أعرف وين حدودي وين يسوع موجود يعني حتى يسوع فيكون موجود بسهرتي فيكون موجود بحديثي يعني في قصص معينة يعني بتعرف تعمل بالانس فيها بالحياة هذا الفرق. بالنسبة لموضوع إنه الأولاد وهيك رح أقول لك شغلة حتى كيف الأشياء بتصير كل عمره في خير وفي شر حتى القصص من زمان قايين وهابيل تخانقوا إذا عم نحكي الإخوة بيتخانقوا كل عمره في ماديات بتفصل الناس عن بعضها كل عمره في مشاكل كل عمره في أمور مش حلوة ومش نظيفة بس أنت والإتدام تبعك أنت كيف موجود وقديه موجود قديه بدك تعمق حالك مع يسوع وين بدك تروح معه ليسوع هيدا كمان بيرجع مش ضروري تعيش معه انه يصير في مصيبة لنقدر نتعرف على يسوع. انا هيدا شهادتي في عالم هن اختاروا يسوع في عالم من هن وصغار بيعرفوا يسوع في عالم ما شفنا شهادة حياته اكتر من كم يوم من جمعتين ثلاثة ما عرضة شفت كمان حلوة كتير شهادة حياته احضرهم يوتيوب اذا بدك رجع بتشوف بالعكس يعني منه ما في شيء اكسترا اوردينار قلب من حياتهم حتى مثلا في شرب الشعير كمان رجعلهم عن جد موجودين على يوتيوب حلوين اشياء كتير حلوة وسامبل ويسوع موجود فيها بكتير قوة بتصير تقشع بعيون يسوع بس تقشع بعيون يسوع بصير بدك 10 أولاد مش ولدين نحن بقول يا ريت نجيب بعد 4 أولاد ناويين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يحميهم الله يحميهم ثانك يو لسليمة اللي عم تبعت لي دائما اللينكس فروم تايم تو تايم بتتذكرني سليمة على سلامتها اكزاكتلي ميرسي رولا بسطت فيك ثانك يو بلبنان ان شاء الله اشوفك بكريسماس الله راد سليم الجند المجهول تبع المسجد 100% قوية كتير سليمة ناطرين شهادتها فراس وي بونسوار جورج بونسوار فراس مرسي لك على التيمونياج أول شيء أنه أنا ما بعرفك شخصيا بس من وراء الجروب المساجي بس بدي أقول لك أنه بالتيمونياج تبعك لمسني بكتير مطارح وكان كتير عم بيأثر فيه في عدة مطارح كنت عم ببكي فيها مش لأنه بعرفك مش لأنه بعرف مش لأنه يمكن السيتياسيون حزينة لا بس كان في عدة مطارح عم بقول لك هالشي بس تقول لك إنه كان يسوع والروح القدس عم يحكي فيك كان على طول وعلى طول ماريا رفقة بتتذكرك وخاصة بتتذكرك كمان بالميداي اليوم ذكرتك كمان تحديدا ذكرت كثير أشخاص بس انت كنت منهم مع إنه أنا ما بعرفك شغلة تانية بس هيك بدي أقول لك مرسي على التيمونياج تبعك
والله يبارك لك عائلتك وكثير حلو اللي عم تعمله انه عم بتصلي مع الاولاد. يمكن الاشياء اللي كانوا يمكن اهلك ما كانوا عاملينها معك انت وصغير انت عم تجرب تعملها مع اولادك. شيء كثير حلو. وفي معلي حتى لو هيدي الليلة ليلتك بس بدي أعلق على خينا رولون للي هلأ حكى. بس بدي أقول له مساج صغير. الله كثير رحوم والله كثير بيحترم لنا شغلة واحدة وكثير أساسية عنده هي الحرية. نحن إذا بدنا بإرادتنا من فوت يسوع بكثير كثير هينة هالقد هينة. إذا نحن نحكي مع يسوع فينا نفوته لا حياتنا بس هو بيحترم حريتنا. مشان هيك وقت اللي نحن بنقرر نبعد عنه هو بيوقف وبيرجع بينطرنا على الباب. هالقد هالإله عظيم. هو بيقرر إذا بده يسوع بحياته ولا لا. وبعدين شو بده يصير إذا بجيب أولاد ولد ولا 10 ولا 5 مش هون المشكلة. لأن وقت اللي بتكون مع يسوع عندك كل شيء. مرسي لك. Thank you, Firas. مرسي فراس. مرسي لأنك وفي. ريا. ريا. بونسوار. بونسوار ريوس. جورج يلي ما بيعرف بيكون عمي. يلي أنا ما بعيد له. هي بنت خي. عمو جورج. بعيد له جورج. قد ما هو عن جد قريب منا. وهو روح الجناس لعنا بالعائلة. ما بحب الحقد أبداً وبيسمع لنا كلنا وبيزرع المحبة وبيعملنا أجواء حلوة. واليوم من بعد يلي سمعته عن جد بدي أقول لك أجرام مرسي جورج إنه أنت نعمة. وعن جد أنا فخورة إنه أنت عمي وأنا بحبك كتير كتير عن جد. واليوم كتير تأثرت بكل شيء قلته. بحبك كتير جورج. حبيبتي ريا أنا بحبك أكتر. ريا هي أختها لماريا رفقة بس تتعرفه. هي النعمة الحلوة بحياتنا. هي وريتا. ريا عم تدرس بباريس أول سنة هندسة وكتير فخورين فيها. كانت ماجور دو بروموسيون بعنطورة بلبنان وهي وأختها بباريس عم بيدرسوا وفخر عنا بالعائلة. بحبهم كتير كتير كتير. وأكيد ماريا رفقة كتير فخورة فيكم. Thank you, Rhea. iPhone, ما بعرف شو الاسم بس. في iPhone, I'm a raise hand. Hector. هكتور. بونسوار جورج. هاي. بونسوار. كيفك صباح؟ منيح صباح. أنا ما بعرفك in person بس بعرفك كتير بالمسابح وهيك وبعرف السلام اللي فيك. بشكر الله أنه بعرفك هيك بالروح قبل ما أكون عارفك in person. أنا كتير فخور بالشيء بهالشهادة اللي عملتها أنت يعني بشكر الله عليك من كل قلبي. وماربولوس كان دايما يقول أنه نحن بناكل قتل ومنجاهد ومنحبس. ومنتعذب لكله لمجد المسيح ولأنتوا تعيشوا وتوصلوا. أنا بشوفك بهيدي الصورة كل هالكاريير تبعك بشوفك بهي الصورة صورة ماربولوس اللي هو عم بيتعذب كرمال الكنيسة كرمال عيلته كرمالنا. وبهيك أنا عم بحكي معك تشجعك أكتر لأنه هو بيقول كمان شجعوا بعضكم شجع بعضنا. وبدي استفيد وبدي استفيد من هيدا البلاتفورم اللي انت هلا عم تحكي من خلاله واللي شهادتك هي الاساس. وبدي استفيد واحكي عن الصحراء الروحيه اللي كتير منا عم بيمرقوا فيها وخاصه بجروبات الصلاه وحتى الكهنه وبهالفتره. وبدي اعلمهم هيك شغله صغيره كتير انا تعلمتها وقت كنت امرق بالصحراء الروحيه وقت يسوع. يمكن او يسوع هو بخلينا او بيسمح وما بعرف كيف بتصير بالسماء انه نحن نمرق بصحراء روحيه او يمكن على الارض. من انا بقول له ليسوع دائما وهيدي صلاه انا بصليها هيك اخترعتها بدي الكل يتعلموها. بقول له يسوع انت حامل الكون بايدك حامل الارض بايدك والسماوات
والشمس وكل شيء وكلنا، انت الملك ونحن بنجد لك، واذا بدك كان يكون سحره روحيه اوكي، بس انا ما بخليك ساعه الفوت بتناولك بالقربانه، كلك وكل عظمتك انا بزربك بقلبي. هيدي كان بدي مرقها هيدي الصلاه هلا. كثير حلوه. ما بيت في سحره، ما بيت في سحره. وخلينا كمان نقول شيء لرولون كمان، لانه رولون هيك شيء من الروح القدس، بده الواحد ياخذ قرار يمكن بكلمه بينه وبين ربنا، وبعدين كل شيء بيمشي الحال، تتغير الامور. وبدي اقول لك ميرسي، وبدي اسالك بعد سؤال، بميديغوريا وين كانوا الانفس المجاهدين؟ محل ما كان بيرسلافكو هونيك مدفون؟ انا رحت لهونيك. روما، بروما مش بميديغوريا، بروما. بروم ايه كنا بروما، بدي اعرف وين كنا بروما. بالمدافن، مدافن تبع روما الكتير كتار، في على تل مطرح مخصص للولاد المجاهدين، منجيب لك اذا بدك الادرس دي تايه من المادري كمان، ما في مشكلة اذا عبالك شي مرة تمرق تصلي فيها. كنيسة كتير حلوة درسنا بوقتها هونيك، شيء ولا احلى من هيك يعني. جاد اكيد في فيدنا بفتكر كمان، لانه كمان جاد كنا بنفس السفرة سوا وقتها. اي مزبوط، هيدي اميسيون للكوميونوتي عايشتها، وميسيون كتير صعبة بلشت، انه يطلبوا بالمستشفيات، يطلبوا البقايا تبع الأطفال ويخدون ويعملوا لهم مراسم دفن، وهذا الشيء كان يلمس قلوب كتير بالمستشفى من الطاقم الطبي، وعمل كونفرسيون لكتير أطباء وقفوا إجهاض، وهذا الشيء كان يلمس كتير قلوب ناس مات، حطت بوضع صعب يمكن، وشافوا كتير مات بهذه المدافن عم تبكي ومن بعيد عم بتصلي، وخربطت بشكل إيجابي كتير أمور، وصار في كتير كهنة حطوا وعود على حالهم بطلوا يعملوا إجهاض، وهذه الانيشياتيف انتشرت بمستشفيات إيطاليا كتير، وبعدها ماشي هلا، وعم بيطلبوا بكل رعية بكل كوميون انه البلدية تعطيهم الاذن وتعطيهم شقفة ارض صغيرة، وبتبلش شوي شوي، وهذا الشيء كتير حلو، فكرنا انه هيك هذه الميسيون نقدر، إن كان لأنه بلبنان هذا الشيء ممنوع بالقانون، إنما هونيك ما مسموح، بس إنه هذا الشيء لما سألونا فكرنا كيف فينا نقدر نعمل شيء هيك للتوعية على القليلة بالمدارس والجامعات. بكرة بنعمل شيء هيك مخصص عنه هذا، لأنه كتير حلو، ميسيون كتير عميقة وكتير حلوة. وصحيح اللي قاله جورج إنه كان نهار كتير هيك بيأثر، لأنه قطعنا هونيك وكان فيها المدافن مش بس محطوطين هيك، إنما مزينين مع بلوش ورود، وتس حالك بهيك بالسماء جنينة ملايكة عن جد. ايه. أمين. لو عن ياخد الأدرس أكيد يبقى أنا ببعث لك. مرسي. Thank you. مرسي لك هكتور. Thank you. آيفون إذا عم تسمعونا، إذا حابين تسألوا بس إيمو لميوت، سينو كارلا، كارلا أو بولو، بولو بولو بوصار شبك زرزي حبيبي، خيي شبك مرسي، وخليك فوق راسهم بولو دو كارلا. اي بولو دو كارلا. و وخليلك ساندي مرسي حبيبي، وانا بقول لك انه نشكر الله عليك، عائلتنا كتير بتحبكم فردا فردا، ونحن هيك نفتخر انه نكون اصحاب معكم على طيبتكم والعفويتكم، خاصه انت جورج. وانا هيك I was impressed الليله بالتيمونياج، انه بعرف bits and pieces شوي من حياتك، بس هيك عم فكر هلا انه قاطع des événements بحياتك قاسين مش هينين ورا بعضهم، والثبات مع الرب فيه challenge internal و external منه هين،
وهذا التيمونياج هيك يمكن بيرجع بيعطيك دفع وقوة انه بكل هالفترة يلي قطعت فيها وين كنت انت سقطت وتعذبت وكنت زعلان بكتير مطارح واحداث يمكن اثرت فيك يمكن هن عملوا منك انسان اقوى بحب يسوع اكثر بيتعلق فيه وبراهن عليه لو شو ما صار بالحياة ما براهن ولا حدا على هالأرض ومقياسك أنت وأنه هو حبه لقلنا وأنا هيك أشكر الله عليك على إيمانك وحبك ليسوع ومنغار من هالثبات اللي عندك إيه كمان كان نحن كل واحد عم بيسمعك اليوم يرجع هيك يتمسك بيسوع أكثر ونحن منحبكم كتير ونحن كمان كتير كتير مرسي كتير على المساج الحلو شربل ونحن فعلا انت كمان الرب حطك على دربة كمان بدبي انا بأكد لك انه دايما يسوع بحط لنا ناس على طريقنا ليرجعوا يوصلونا ما يخلونا نضيع الطريق هي اول شغلة ليرجعوا يحمسونا ويشجعونا انه ما في شيء احلى من يسوع ما في شيء اجمل من انه نقشع كل شيء بعيونه آمين. آمين. مرسي بولو. Thank you بولو. ماي رجعتي رفعتي إيدي؟ إيه لأن ذكرتوني بالشغلة لما عم تحكوا عن البيبيز يلي أجهدون أهلهم أنا غسفو لما كنا بمساجي دو ماري لما كنا بميديغوري وكان عم يحكي أبونا جو ماري إذا بتتذكروا عن الإجهاد دغري شفت أمي وأنا مش عارفة إنه أمي مأجهدة بعدين بس رجعت سوري بعرف التموانياج لجورج بس هيدا مثل ربطته بماريا رفقة برجع على لبنان وبقلها ماما شفت صورتك هو عم بقول لأبونا جون ماري عن الإجهاد أنت مأجهدة شي وصارت تبكي ماما قالت لي شو عرفك قلت لها ما بعرف حسيت هالمساج لإلك قالت لي طيب شو لازم أعمل قلت لها لازم أنت تروحي وتعترفي عند الأبونا وعن جد راحت واعترفت عند الأبونا ومثل ما كانت كان عم بقول الأبونا إنه المرأة بتجهد بصير عندها أوجاع بكل جسمها أنا ماما عم بتعاني أوجاع كان صلى من 20 سنة هلأ خفوا الأوجاع من وراء الاعتراف اللي هيدا بس حبيت أحكي ما بعرف ليش ماريا رفقة أو حط لي أنه أحكي هالشي وحبيت شارككم فيه لأن أنتوا كنتوا معي وأنتوا بإيمانكم كمان وصل لي هالمساج أمين 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 هللويا ميشو ميشو أنا هذه أول مرة بشارك أو بعلق بالأخير بس أغلب الأوقات تكون بالتيمونياج أنا البارتي من شهادتك يلي فيها وجع هيدي ما كنت بعرفها وحسيت الرب من خلالها عم بيقول أنه لكل واحد منا يعني أنه إذا بتصبر رح تشوف مجد الله هللويا أكيد وهيك كنت عم شوف بشهادتك أنه أنا كتير قريب منك بس أنا بعرفك شوي بس بكتير محطات كنت عم قول أنا كنت هونيك أنا كنت هونيك يعني أنت أول مرة رحت على ميديغوريه أنا كنت هونيك والتقينا وما بعرف بتذكر وقتها قلت لك إنه شو حلوة هالتيشيرت الزرقاء رقيقة خارج قاب يمكن كنت جيبها من السعودية قمت رحت على السعودية وجبت لي جبت لك وحدة كده وكل سافة بخدها معك بتتذكرك بعدني لهلا بلبسها وبعدين هو الأزرق لون المفضل أنا بعتبره لون العطرة كده الأزرق أكيد وساندي كانت معي بالدوميل تريز كمان وجينا التقينا بالسان تريز وسألتني عنها إذا بتذكر ونزلنا تعشينا وأنا قلت روعة عم يركبوا يعني ساندي وجول هيدي العشوة بلشت يا ويلي شو زكية مش هال قوي العشوة أيام آخر شيء العشوة ايه هيدي الفرولاتي شو اسمه ايه 100% الفرولاتي
وبعرسك اعطيتني الرساله، انا واصل ما معي خبر، قلت لي انت بدك تقرا الرساله، انا كتبت كرمالك ايات الرساله، بس انت دغري نقلت كنت على الفيتيوس وعلى الشيء اللي صار صح. وحتى مزبوط. عندك يعني اخر فتره وقت عملوا جروبات بالبيوت، نحن بجوني التقينا عندك اذا بتذكر، مظبوط، من تعرفت على ريتا عظيمي صلينا عندها مش من زمان، مزبوط. وعلى ميشا وعلى الجروب، بدي اقول لك كنا جماعه جوني صح، انه بجوني هلا بشهادتك شيء هيك حسيت مش وقت اللي حكيت عن المرتريزا، حسيت شيء عم بيقول لي خليهم المرتريزا بلبنان وهن عندهم مركز بجديدة، أنا ولا مرة رايح لهونيك، فإن شاء الله بيكون من وراك روح عفشني على هاللقاء بتلاقى فيه هونيك، يمكن فكرت بلد لأنه بغوط تعني حتى هيك يعني مش غلط صح مالد انا ما كثير سمعت بس شوي مرزا، انا بس عندي عم بيقطش عند الكل، لا عم بيقطش اوكي، انا ما كثير عم بسمع كنت مش وقت بلشت تحكي عن مدر تريزا معك هيدا هلا عم تسمعوني؟ ايه هلا عم بسمع ايه إن شاء الله يكون دعوة لإلي تروح زور الأولاد عند مادر تريزا أو الكبار يعني، بس بعتقد الأولاد بيخلوا القلب كمان هيك يدوب بعتقد عنده هو اللي يوصلك لوين لازم تكون، مثل ما صار معي رايح راسي روح عند الأولاد رفت خطوني بغير مطرح، بعدين جوني الأولاد كدو بس فكر هيك فكر بشيء طلع عنه أساس نزلوا اسمي حتى يطلع شيء لا تنبى بقول الأكنس ميشو كتير عم بيقطش، أنا ما بقى عم بسمع كمان بس ما عم نسمعك ميشيل، أنت كمان جاد صح ما عم نسمعك ميشيل، إذا فيك أنا فيه شغلة بس عن مادر تريزا بين هلالين، مادر تريزا أنا ما حكيت كتير ما يعني ما وسعت هون كتير، لأنه مادر تريزا عن جد فيها تكون شهادة حياة لحالها كسوجيه، هيك كنت عم بقوله جاد بركي بعدين ممكن بعد الشهادات تصير نحكى مثلا بوان توبيك معين بحياتنا. مادر تريزا كتير كان فيها أحداث كتير حلوة، من بعد حتى مادر تريزا أنا من بعد ما رجعت مثل ما بقول ميشيل انه محلهم هون بدي كويني، انا بقيت فتره دائما زورهم وكنت اعمل نتواصل معهم، صرنا نروح جروبات حتى بالافي ماريا بوقتها ونزورهم ونعمل الانيماسيون مع الاولاد ونهتم بالختياريه، وانا بقيت على فتره انا عملت لي شغله هيك ازمه بيني وبين حالي حتى يعني مثلا ما تتقبل على فتره شهرين روح اتعشى بروسل وادفع عشا مثلا 10 دولار او شو ما كان، حس انه لا لازم احولهم لاثيوبيا لمادر تريزا، بيت على فترة طويلة هيك قصرت رجعت بمحل معين التهينا بس حلو هلا كمان ميشيل اللي عم بيقوله انه هو تحمس، بركي انا كمان رجعت تحمس ارجع اكون ان كونتاكت معه نقدر نساعد باي طريقة، انا كنت كل فترة انا ساعدهم حتى على اثيوبيا عم بحكي، وبيت على تواصل كنت اهتم بصبي صغير كمان اسمه شيتو، فهو اتش اي في كان عمره بوقتها شي 5 سنين، فكمان هلا اكيد صار شاب من الله راد دونك المركز مادر تريزا بلبنان هو بالسبتية صح، وحتى هون مش ضروري واحد يمكن حتى هون في دكا بيخضوا بيغيروا الواحد مظبوط لكتير قصص، وهذا المركز مفتوح للناس ليجوا يساعدوا ليجوا يصلوا ليجوا يعملوا مظبوط، وعملهم كتير مقدس وحلو كتير رحبات مادر تريزا، بيشتغلوا بيصلوا عاد ما بيشتغلوا بيصلوا آيفون عن جديد إذا
إذا في شي سؤال إذا بليز بصوا on mute إيمو الميوت لأنه ما عم نسمع. بركي raise hand بالغلط. سالة سليمة سليمة بيبا هاي صبا. أول شيء أشكرك لك كثير لك ولسند وللولاد. تاني شيء عن جد أنا وقتها هيك بتطلع بجورج بتذكر أول ما تعرفت على جورج بالسانتريز أو بسيدة النجاة ما عاد بتذكر بس بتذكر قديش صغار من السلام اللي شوفوا بوجهه. وعن جد أنا بدي أشكرك على هالإيمان والثبات والمحبة اللي كنت هيك مثل دينامو دينامو إيمان وثبات ومحبة وعلى الإكسبرينس اللي عشناها سوا بمديوغوريا وقت طلعنا عند المادري وعند الجوزي وكل الصلوات يعني عن جد ما بعرف شو بدي أقول بس ربنا أيامات بيعمل قصص هيك غير نحن ما بنعرفها أول شيء بنفهمها بعدين. بشكر الرب عليك جورج. مرسي سليمة مرسي. وأنا بشكر الرب عليك كتير. بتعرفي قدام عزتك هيك مميزة عن جد. إلك محل كتير مميز من الأصدقاء السابتين مع أنه قليل يمكن نلتقى من وراء ظروف السفر وهيك بس أنت من الناس السابتين عن جد اللي ما بيتغيروا. ما معقول حبيبي. أنت الصديق السابت مدى العمر يعني حبيبي. هذا لأنه يسوع ثابت فيك. Thank you. هيدا شو ربنا اللي بيجمع. أمين أكيد. مرسي سلومة. بوسك وبوس سندي. ما قصي أكيد وصل. أمين. نحن عام جديد بقول لك مرسي كثير جورج لأنه تيمونياجك الليلة هيك كان رجع هيك إلى ولع بقلوب كتير العطش للميسيون. وأنا بقدر أقول أنه هيك بأولويات حياتنا دايما في محل نقدر نرجع نتلاقى بيسوع بشكل مباشر أكثر مما نتلاقى فيه اليوم إن كان بالآخر يلي بحاجة يلي إن كان بالعائلة الناس القراب إن كان بأقرب الناس لقلنا وإن كان بناس ما بنعرفهم نتلاقى فيهم بالطيارة. نشكر الله يلي ملاك وإنت قدرت تعرف قدام ملاك بهذه القراءة وهذا كمان كان لقلك مثل بوست وتعزي وفرح لقلبك لأنه هيدا الريلكتور بترجع بتطلقنا كلنا وهذا الشيء عشناه كل الأشخاص اللي قدروا عملوا تيمونياج. أنا بشكرك بقول لك مرسي بوكو الله يباركك ويبارك ساندي ونحن بنحبكم كثير وأنا بدي أقول للأشخاص يلي منهم بالجروب معنا إنه في روترات سبيريتويال لو 3-4 جانفيي يلي بحب هي الروترات التام تبعولا Who do you say I am؟ Et vous, qui suis-je pour vous؟ هيدي الروترات رح تكون بماريابولي سنتر ماريابولي ب عين عار ورح نبعت بروجرام الانترفونان ان برينسيب رح يكون معنا اشخاص كثير بتحبون اما ما رح اقول من هلا قبل ما نبعت لو 24 ديسمبر رح نتلاقى كلنا بمار يوسف مستشفى مار يوسف على الساعه 12 الظهر لحتى نزور الاولاد قسم الاولاد يلي ما رح يكونوا ببيتهم على ليله العيد يعني الاولاد يلي بالمستشفى يلي رح يناموا بالمستشفى ليله العيد رح يبقوا هنيك رح نروح نزورهم مثل كل سنه كنا نعملها قبل الكورونا
ونحمل لهم فرح العيد، إن كان بالترتيل بالأغاني، إن كان بشوية كادويات ونحمل لهم إياها. يلي بيحب يجي كمان بليز يتواصل مع سنة كرمال، بس كرمال أمور لوجستيك يعني، كرمال شوي نوزع أدوارنا مع سنة نقاش، ولحط رقم لسنة على الجروب كرمال تقدروا تحكوها. وهيدا الزيارة كتير حلوة بنص النهار نوال يلي بنكون فيه أو مشغولين عم نشتري غراض وعم نشتري أمور حلوة بس منا كتير مهمة، نرجع هيك نتذكر أمور الأهم. هذا رقم سنة، بليز تواصلوا معه. يلي بحب يجي معنا نهار لو 24 ولو 26 رح يكون عنا لقاء صلاة وتسبيح. التام تبع اللقاء او كم لتس ادورهم، تعالوا نسجد له. رح يكون اللقاء ب مطرانية أنتليس للموارنة، إنما بأردنة شهوين مركزهم حد سان جوزيف بكنيسة ماريوسيف، كنيسة المطرانية. رح نكون مع المطران بيرتوني بونجم يلي بنحبه ونعرفه من إيام كان أبونا الرعية تبع عنار. رح نكون عندنا ليلة تراتيل ميلادية وصلاة وتسبيح وأدوراسيون. So, هدول المواعيد تبعنا في لو 26 لقاء الصلاة، لو 24 بالمستشفى مع الأولاد، ولو 3-4 جانفيي للروتريت. ويلي بيحب كمان كمان يعرف بهاللقاءات ويعرف يشارك بالصلوات، أنا حطيت اللينك يلي بيفوت على الواتساب جروب تبع المساجد. Thank you، الله يبارككم. وآخر شيء قبل ما بس بليز، انا بس عبالي اقول شغله، هلا قدرت القط ظبط الميكرو، بقدر بس اقول شغله. ميرنا صليب ابو عبسه، ايه اهلا ميرنا، كيفك؟ هاي جاز. انا يمكن ما بعرف الكل ولا الكل بيعرفني، انا بنت عمو لجورج، مش بس بنت عمو، انا اخته. صح. سوري بس أنا بدي أقول شغلة، إنه يمكن اللي ما بيعرف نحن قطعنا بخسارتين بالعائلة كتير كبار، والخسارة ما بتتعوض. بس أنا بدي أقول شغلة، يعني جورج أول شيء نيالك، كلنا نيالنا فيك، مش بس عائلتك الصغيرة وعائلتك الكبيرة، وبدنا كتير نحن كتير لنصير مثلك أو لنبلش نصير مثلك. أحسن بقولكم حلوة. يمكن اللي ما بيعرف، أنا رحت مع جهد وجورج على ميديغوريا يمكن بال 2016، وأنا يمكن الشخص الوحيد اللي اضطريت روح على الأردن كرمال حط فيزا، لأن صعبة مسافرة على إيطاليا أنا بوقتي لازم ياخدوا الباسبورات. حسيت أنه مثل في مساج من العذراء أنه لا بدك تروحي لو المستحيل، يعني أنا رحت نهار واحد على الأردن لحط الفيزا. بس أكيد يعني أنا بحس حالي كتير بعيدة عن 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 الصلاة وعن يسوع، وبصير أقول كل يوم يعني من بعد الخسارات اللي مرقنا فيهم بالعيلة. سوري أنا عم سوق، لأن كنت عم بوصل ماما على البيت مثلا، اليوم فتت على بيت أهلي من بعد 4 أشهر، يعني هيك ما بعرف. هلأ أنا من وقت ما بلشت اسمع جورج قلبي عم بدق، كتير 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 أكيد صعبة الواحد يقطع بخسارة، وقديه بده يكون إيمانه كبير. وأكيد أنا ما بقدر مثل ما بيقولوا أيم إيمانه إذا كبير ولا لا، إذا القصص اللي بيقطع واحد فيها بالحياة هي اللي بتخليه يقوى إيمانه أكتر، بيصير يسأل كتير وبيحس بغضب، بيصير بده يعاتب وبيصير بده يزعل. ما بعرف إذا من حقه يعاتب الله يقول له ليه صار هيك أو كيف، بس أنا بعرف شغلة، أنه الحياة ما بتعطينا كل شيء بنحب،
بس اللي بحب بيعطينا كل الحياة. ويعني وإن شاء الله القصص اللي بتصير بحياتنا، يعني أنا بعرف أنه أوقات الواحد بيقول قصص ما بيقتنع، بيجرب يقنع حاله فيها، بيقول يمكن هيدا الشخص بمحل أحسن، بس أكيد بيرجع بيقول لا يمكن لو بعده عايش أكيد أحسن بكتير. يمكن هون نحن ما بعرف إذا قدي إيماننا بيكون كبير تنقتنع بهالقصص اللي عم بتصير، بس منرجع مثل ما قلت منقنع حالنا، منقول أنه لا يمكن هيدا الشخص بمحل أحسن، أو منجرب نقنع حالنا، بس يمكن ضل قله لربنا أعطينا القوة والنعمة خلينا يعني نقدر نضل مثل ما بيقولوا حاسين بنعمتك، وحس وضل قادرين نوقف على إجرينا كرمال اللي حوالينا. يعني أنا أم عندي 3 أولاد، يعني عندي أخواتي مسافرين، عندي أختي هون اللي خسرت ابنها، يعني هاي الخسارة اللي عم بحكيها، وأنا خسرت بي بالصيف. بي إنسان ملك مثل ما بيقولوا، يعني عن جد، وإن شاء الله يكون أكيد بمحل أحسن، نقدر نوصل لمحل نحس بهيدي النعمة. وأكيد بضل صلي لله بقول له أنا سوري أنه إذا قدرت شي نهار نام وما صلي لك، وبضل صلي بقول أنه إن شاء الله أقدر، يعني هودي الإنسانين اللي خسرناهم، يعني حتى ابن أختي اللي خسرته هو مثل ابني، جورج بيعرف قدي هو قريب مني وهو ربيانين عندي، يعني بصير قل لهم أنه إن شاء الله أقدر بس شوفكم بأحلامي، لأنه بالحقيقة ما بقدر شوفكم، وان شاء الله رب ان شاء الله ربنا يضل عطينا النعمه تنقدر مثل ما بيقولوا يعني نحس بنعمه. وميرسي. ميرسي لك ميرنا، ميرسي على قلبك الحلو. انا بعرف شو في بقلبك وبعرف شو في بقلوبكم كلكم، انتم عائلتي الثانيه. انا كنت حكيت بالاول انه ماي كازنز ان عن جد عائلتي الكبيره، واني بالنسبة لقلي كتير قراب على قلبي، نحن عائلة كتير متحدين وكتير منحب بعضنا، ونحن كتير قراب، قليل لا يكون في هيك عيال، صدقوني احنا كتير قراب وان شاء الله ما في شي بيفرقنا. سارة كتير كبيرة مزبوط، واكيد صليب كتير كبير، بس مثل ما دايما بقول ما في غير الصلاة بتبلسم هيدا الجرح، ومثل ما بقولها حتى لشادية اللي خسرت ابنها، ما في غير يسوع قادر يشفي لجرحها، ولا قد ما نحكي وقد ما نقول بس يسوع. وأنا أكيد أنه هي قوية بيسوع، وأنت ميرنا كمان قوية، قلوبكم الحلوة وقلوبكم الطيبة هي بتكفي، ويسوع بيقشع هذا الشيء، بيقشع النص الملان من الكباية، ما بيقشع النص الفاضي، بيقشع شو عملنا كرماله مش شو ما عملنا. بحبكم كتير. Thank you ميرنا هذا البرتاج. وأنا بدي قبل ما انهي اقول انه اللي حكيتيه مظبوط، وحتى فينا نتذكر انه الرب رجع كرمال توما ما بيحبه، نحن فينا نعاتبه، فينا نشارعه، وفينا نشك وبيضل حبنا وبيرجع كرمالنا كرمال كل واحد. بير أنري بولاد خوري جزويتي بيقول انه مام لاتيسم حتى الالحاد peut être un passage obligatoire vers la foi. بيقدر يكون ممر إلزامي للإيمان. الرب قد ما نجرب هيك لو شو ما عملنا بحبنا، نحن أمورنا البشرية تقيلة علينا، إنما هو قالنا تعالوا إلي أيها المتعبون وأنا أريحكم، وبالآخر لقاءنا معه ببلش هون وبينتهي بالملكوت اللي ببلش هون. صحيح الموت هو فراق صعب، إنما بعد 100 سنة من هون ما حدا من الحاضرين بهذا اللقاء رح يكون موجود بهذا الأرض، رح يكون نحن كلنا بالملكوت. خلينا هلأ نكسب هذا الملكوت وما في شيء خاصرنا إياه. أنا بدي أقولكم thank you، وبدي أقول كمان للميسيون الأساسية تبعنا نحن، اللي هي نحن نصلي بالبيوت شك جودي، كل خميس بنصلي ببيت، بنصلي مع عائلة ونلتقى ببيتهم، وعم نبعث القنوص على وين البريير بكل خميس.
أول شيء اللي حطيت الأنونس تبع الخميس الجاي اللي هتكون بجبال عند بيت جومان أبواري، وفي الأدريس ومتلقى جودي الساعة 9 بالبيت. يلي بيحب يكون موجود بالبريير هيدي الأنونس، ويلي بيحب إنه يكون عنده البريير ببيته بحيالة نهار حيالة خميس، بليز يتواصل مع جان فيليب جي بي فرح، وهيدا رقمه يلي بيحب إنه نجي نصلي ببيته على أي نية، إذا كان في نية خاصة، إذا كان في نية طلب شفاء، إذا كان في نية بركة، إذا كان في حيالة شيء. المساجي هيدا الميسيون تبعهم هي إنه يحملوا حالهم يروحوا بكل فرح على بيت ويتشاركوا الصلاة بهذا البيت. أنا رح أنهي لقاءنا اليوم وأعطيكم موعد بالتمونياجات أحد الجاي. هلأ بنبعت الأنونس أحد الجاي مع مين؟ مع حدا كتير بحبه جورج، وجورج بحبه، بس إنما جورج ما بيعرف مع مين. هلأ رح نبعت الأنونس. Thank you كتير على هيدا الوقت. Merci George again and again. God bless you. Merci. Merci لكم كتير. Merci على كل شيء. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. شكرا يا يسوع، شكرا يا يسوع، شكرا يا يسوع، شكرا يا يسوع. Hallelujah. Thank you. God bless you.